يعني واحد لازم طريق، واعتمد على الدولة السعودية تسعد، اعتمد ولكن دائما كنقرا بهذه الامور، ونعتذر كذلك من خطأ تقني لوقع في الحصة اللي فاتت، هي امور خارجة عن ارادتنا، ولكن لا بد من الاعتذار. المهم الدعاء على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عزيزي المتعلم، عزيزتي المتعلمة، مرحبا بكم اليوم في الورشة رقم 5، وهي ورشة سنستمع من خلالها لأفكاركم واقتراحاتكم فيما يخص تحويل الفكرة إلى مشروع. خطة الورشة اليوم بحول الله وقوته سنتذكر جميع المعلومات التي قدمناها طيلة الورشات السابقة، وبعد ذلك سننتقل لكم، أنتم من ستتكلمون، أنتم من ستعرفوننا بأفكاركم واقتراحاتكم، وبعد ذلك سنحدد المشاركين في المسابقة لنعلن بعد ذلك جدول الأعمال. نبدأ بحول الله وقوته بالتذكير بمحتوى الورشات. أهم ما تطرقنا له، تعرفنا على الفرق بين الناجح والفاشل وصفات رائد الأعمال، عرفنا الميزة التنافسية، تعرفنا على طريقة صياغة الرؤية والرسالة والقيم، تعرفنا كذلك على طريقة صياغة الأهداف، واعتمدنا على تقنية الإيكيجاي لمعرفة شغفنا ولمعرفة مجموعة من الأمور التي تتعلق بمهنتنا في المستقبل. لن أتكلم كثيرا، أريدكم أنتم أن تتكلمون، لأنكم أنتم من تعلمتم، ولكي أرى هل استطعت أن أعلمكم لابد أن تشاركون على هذا المستوى. ممكن أن تتكلم في أي محور من المحاور وأنت حر، زي ما أعطي تعريفا، أعطي ما رأيته خلال الورشات السابقة. مثلا الأخت سناء، أخت سناء تسمعين؟ كنسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكوني مزيان. الحمد لله، بارك الله فيك. انت لاباس؟ كلشي بخير. شكرا جزيلا. نبدأ، الفرق بين الناجح والفاشل، أخت سناء، ما هو الفرق بين الناجح والفاشل لحسب الأمور اللي تركناها في الحصة الأولى؟
الفرق ما بين الفاشل والناجح انه الفاشل ديما فاش كي كيف ما قلنا فاش كيوقع او فاش كتفشل شي خطه ولا شي عمل ولا شي حاجه كيتوقف وكيفقد الامل وما كيحاولش، بينما الناجح لا كيشوف الخطه ا و ب ولا حتى ما كانش عنده الخطه ا ولا ب كيحاول انه يشوف فين في اي نقطه ما دارش مزيان ويحاول انه يدارك الموقف ويبدا من جديد ويتعلم من ان داك الفشل او من داك السقوط او من داك الخطا اللي وقع ليه انه خاصني نعدل شويه من هنا وشويه من هنا باش انه نقدر انني ننجح في هذه الحاجه اللي باغي مثلا في هذا المشروع او في شي حاجه عامه يعني. شكرا، هاي التعريف صحيح. ودابا السؤال اللي غنطرح لك باش نقول لواحد الشخص انه رائد اعمال، ولا نقول لواحد الانسان رائدة اعمال، شنو هو اهم الصفات اللي خصهم يكونوا فيه ويكونوا فيه بالنسبه لك انت، من خلال شنو قريتي ومن خلال انت التصور ديالك لهذاك الشيء اللي قلناه؟ بالنسبة لي رائد الأعمال خاصو أول حاجة يكون أول حاجة خاصو يكون واثق في راسو واثق في الأفكار ديالو، ما يحشمش أنه يعطي الرأي ديالو، ديما يسول ديما يعطي الرأي ديالو، واخا بزاف ديال الناس عندهم شوية هذه النقطة صعيبة أنني ندلي مثلا بالرأي ديالي، ممكن أنه من زعما ما نعطيش أو ما نوصلش لذاك الشيء اللي باغي مثلا نوصله. دونك وثقه في راسو، ثقه في اكيد خاصو يكون اولا واثق في راسو واثق في الافكار ديالو في القرارات ديالو، ويحاول انه مشات لي النقطه، المهم يحاول انه اي مهم يحاول انه ديما ما يأس من اي حاجه، وديما يكون عنده ديك النقطه انه الافكار ديالي والاحلام ديالي واخا الناس اخرين كيشوفوهم شي حاجه اللي يمكن هي بسيطه او يمكن تافهه، انا بالنسبه لي كتعني شي حاجه اللي هي كبيره، يعني امن براسو قبل اي حاجه. شكرا اخت سناء، الاجابه ديالك صحيحه ومنطقيه، كدل على ان العقل كان حاضر طيله الورشات السابقه. شكرا اخت سناء. لا شيء متطوع اخر، شيء متطوع اخر نكملوا الميزه التنافسيه وصياغه الرؤيه، شيء واحد كان حاضر معنا الورشات بغى يشارك معنا، حتى تولي دابا انت تعطينا المعلومات اللي عندك. شكون اللي كان حاضر؟ بن ابراهيم مثلا. بن ابراهيم انا اتذكر على انك كنت حاضر الورشات السابقه. السلام عليكم. كي داير بخير؟ الحمد لله لاباس، ماركم لا؟ الحمد لله شكرا جزيلا. نبدي من الاول؟ معليش نبدي من الاول؟ لا ما تبديش، نكملوا على الاخت سناء. وصلنا للميزه التنافسيه، بالنسبه لك انت الاخ ابراهيم شنو هي الميزه التنافسيه؟ عرف لينا شنو هي الميزه التنافسيه؟ بالنسبه لي الميزه التنافسيه هي خلق شيء يميزك عن غيرك، ويكون هذا الشيء يكون الحاجه الاولى يكون لفت الانتباه ويحقق مصالح تاع الفرد او مستثمر. دونك الميزه التنافسيه يكون يخلق هكا شي ميزه، وهذه الميزه تكون شيء يميزه عن غيره، مثلا كما اعطينا مثال كما قلنا الثمن، مثلا الثمن اللي قلنا قادر يكون في المال، قادر يكون في التوصيل كما قلنا الخدمات، قادر تكون التوصيل السريع. المهم هي تكون تخلق شيء يميزك عن غيرك باش تكون محط نظر او محط رؤيه، تكون دائما في الواجهه بهذاك الميزه اللي خلقتيها. تسمى هذيك الميزه هي اللي تخليك تحسن المراتب الاولى وتكون عندك اكثر، تكون طالب عليك كثير من الناس الاخرين، خاطر هذيك هي الميزه اللي نقدر نعتبروها بالميزه اللي تميز مثلا كيما الناس كيتدي الدبلوم تاعها، كاع عندهم الدبلوم كيما الدبلوم، زعما نديرو دبلوم مهندس معماري، كل واحد يملك دبلوم مهندس معماري، بصح ماشي كل واحد يملك خبرة المهندس المعماري، يملك العمل تاعو، يملك الرؤية، يملك كاع هادوك لي كونيسونس اللي يتعلمهم. وشكرا ان شاء الله نكون مثال. وي صحيح، الاجابه ديالك صحيحه. غادي نضيف على الاخ ابراهيم بان الميزه التنافسيه الدور الاساسي هو ضمان استمراريه المشروع ديالي، كيكون عندنا واحد المشروع
في المخيله ديالنا، في الدراسه ديالنا، كنحاولوا اننا ننزلوا في ارض الواقع. الا ما كانتش عندنا الميزه التنافسيه المشروع ديالنا ما غاديش يستمر. علاش ما غاديش يستمر؟ لان هناك منافسه، وتقدر تكون منافسه شرسه، ومن اجل ضمان استمراريه المشروع ديالنا في ظل واحد المنافسه تقدر تكون منخفضه ولا شرسه، لابد من صناعه ما يسمى بالميزه التنافسيه. ونعتمد في صناعه الميزه التنافسيه على تحليل الموارد ديالنا اللي كنملكوها، نشوف شنو هي الحاجه اللي فينا زوينه تقدر تميزنا في السوق، او كنعتمدوا على الملاحظه، وكنعتمدوا بالاساس على ملاحظه نقاط الضعف ديال المنافس ديالي اللي غنحاول انني نستغلها ونحولها لنقاط قوه بالنسبه ليا، ونجعلها ميزه تنافسيه تميزني على هذاك المنافس ديالي، وبالتالي المشروع ديالي غادي يكون مستمر طيله الزمان، لانني اقدم شيء لا يقدمه شخص اخر او مشروع اخر. دابا ندوزو لصياغه الرؤيه والرساله ومصفوفه القيم. عندما تكلمت عن الرؤية قلت على أنه حلم بعيد المدى قابل للتطبيق وقابل للقياس. نقول مثلا بعد 5 سنوات مشروعي مثلا سيصبح معروف على مستوى المدينة. هنا إذا كنت عندي قابلية، أنني عندي فلوس، عندي عقلية، عندي خبرة، عندي المشروع ديالي بمعنى قابل للتطبيق، لأن مواردك جعلتنا أن نقول بأن مشروعك قابل للتطبيق، رؤيتك قابلة للتطبيق، زائد تكلمنا عن بعد 5 سنوات، بمعنى الرؤية تكون محددة بإطار زمني، غير هو يكون بعيد المدى. نتكلم عن الرسالة. الرسالة هي مجموعة من القيم، هي مجموعة من الرسائل، هي مجموعة من المشاعر التي يحملها مشروعك. وغالبا ما قلنا على أن الرسالة يصعب قياسها لأنها تكون مرتبطة بالمشاعر، أو نتكلم مع مشاعر المستهلك أو الزبون أو عميل ديالي. مثلا نقول رسالتنا هو المساهمة، مثلا هذا مصنع يقوم مثلا بإنتاج مثلا قنينة الماء، يقول لك رسالتي مثلا أن أساهم في بناء صحة جيدة لعملائي. هذا أمر غير قابل للقياس، لا يمكنني أن أقوم بقياسه، هو أمر تدغدغ به عاطفة الآخرين. ولكن عندما تقول لي بعد هذه الشركة، نفس الشركة، بعد 5 سنوات أريد أن أرفع من رقم مبيعاتي زعما ليفونت بنسبة 50%، ممكن للقياس، وكذلك ممكن أن نطبقها في حالتنا إذا كانت مواردنا ستسهل علينا القيام بهذه العملية. نمر إلى القيم، وقلنا على أن القيم هي كل شيء أعطيه قيمة في حياتي، واعتمدنا على هذا المستوى على تقنية تسمى مصفوفة القيم. أول مرحلة في مصفوفة القيم هي نكتب 10 قيم، أي 10 الأمور كأعطيها أنا قيمة في حياتي، مثلا المال، الدراسة، التحلل الذاتي، الاستقلال، هذه مثلا أكتبها. بعد ذلك أحدد 7 قيم من 10، وأرسم جدول أكتب هذه القيم أفقيا وعموديا، وبعد ذلك أقوم بمجموعة من المراحل التي أحدد من خلالها التكرار. والمرحلة التي تليها نقوم بطرح السؤال، هل أختار مثلا المال أو الدراسة؟ مثلا عندي موقف عاجل أختار فيه إما الدين العبادة أو أختار فيه الدراسة، ماذا سأختار؟ وهكذا نملأ الجدول، وفي الأخير نقوم بإعداد وبتعداد الكلمات التي قمنا بتكرارها ونرتبها، فتجد هناك مجموعة من الأمور مرتبة وفق ترتيب معين. مثلا تجد الدين هو الأول بالنسبة لك، تجد الأسرة هي الأولى بالنسبة لشخص آخر، ترى مثلا الدراسة هي الشيء الثاني بالنسبة لك. لماذا قمنا بتحديد كل هذا؟ لأننا قلنا على أن رائد الأعمال يجد صعوبة في اتخاذ القرارات، أو يكون في حالة ارتباك في بعض الأحيان عندما تكون الأمور متعددة، أي أن هناك مجموعة من الاختيارات. عندما نحدد قيمنا فنحن مباشرة نسهل على أنفسنا اتخاذ القرارات. زائد لا يمكنني أن أبني مشروع ولا ليست لدي قيم، لا يمكن، لأن المشروع في حد ذاته قرار. ثانيا في داخل المشروع هناك مجموعة من القرارات ستتخذها، ستتخذ قرار فيما يخص الثمن،
ستتخذ قرارات فيما يخص الجودة، ستتخذ قرارات فيما يخص العملاء، ستتخذ قرارات فيما يخص الخطة التسويقية، ستتخذ قرارات فيما يخص الخطة المالية. وبالتالي ما قلناه على القيم على المستوى الشخصي يجب عليك أن تطبقه على مستوى المشروع، بمعنى أن تطرح سؤال: ما هي قيمي أنا كعالم لهذا المشروع؟ قيم مثلا أن أتعامل مع هذه الشركات ولا أتعامل مع هذه الشركات، أن أستهدف هذا العملاء ولا أستهدف هذا العملاء. وبالتالي عندما مثلا غادي تبغي تاخذ واحد القرار كتشوف القيم ديالك وتاخذهم وفق الأولويات اللي حددتي بهم هذا القرار. نمر إلى المحور اللي طرقنا له آخر مرة في الورشة الرابعة، وهو صياغة الأهداف. صياغة الأهداف تكلمت بزاف، نحاول دابا نعطي الكلمة للشخص ما يقول لي شنو تكلمنا في هذيك الورشة ديال صياغة الأهداف، شنو عرفنا، شنو عرفنا بالضبط، شنو هو الهدف وطريقة الصياغة، شكون يدخل ويقول لنا شنو تعلم في هذيك الحصة. مثلا فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمنى أنك تكوني معنا. شكرا. دونك آخر غيونيون ديالنا كنا درنا صياغة الهدف، يعني كنعرفو شنو هو الهدف اللي باغي نوصله من البروجي، حنا شنو باغي نديرو في الحياة، وشنو القيمة ديال كل حاجة عندنا، وشنو يعني الحاجة اللي كيخليك توصل لشي حاجة يكون من يعني ولا نفيدو ثانيا العمل، لانه حتى سهل باش نحب كلشي كيقدر يحدد من فين انك وصفات الزهراء. ربما الصوت عندك يتقطع، نحاول نكمل باش ندوزو للمحور الاخر. اسمح لي وصفات الزهراء ولكن الميكرو ديالك كيتقطع، ربما لو كان يرجع الصوت ممكن انني انا الصوت ديالي ما كيتقطعش، الصوت ديالي واضح ما نعرفوش الصوت ديالي واضح وما كيتقطعش باش نكمل. واضح، شكرا. صياغة الأهداف، هذا المحور هذا بالضبط تكلمنا على ما هو الهدف، وقلنا بأنه هي مجموعة من الأمور اللي كنديروه باش نكملوا أو باش نقوموا بتنزيل ما يسمى بالرؤية ديالنا. الرؤية تكون بعيدة المدى، أما الأهداف تكون قصيرة المدى وتأتي زعما كإجراء ثاني بعد تحديد الرؤية، أي من خلال كومو اكتيفي لو سون. في تحت كاع في الاسفل كاين واحد البوطو فيها ديزاكتيفي لو سون، كاين واحد الاشاره فوق الميكرو صغيره كتكليكي وكدير تماك روجواند لوديو اترافير لو بي سي. نكمل. قلنا بان الهدف ماشي مثلا ماشي كنحددوه بطريقه عشوائيه، ولكن هناك معايير يجب ان اخذها بعين الاعتبار من اجل صياغه اهداف ذكيه قابله للتطبيق. وقلنا بانها خصها تكون مرتبطه بانا كشخص، تمثلني انا، مؤطره باطار زمني، نعم، ان تكون محدده، بمعنى من خلال الهدف يجب علي ان اطرح مجموعه من الاسئله: أين سأطبق هذا الهدف؟ من سيساعدني؟ ما هي مواردي؟ ماذا سأحتاج؟ وتكلمنا كذلك عن أهمية القابلية تطبيق هذا الهدف، نعم، واضحة ومحددة، الأجل طموح واقعي، نعم صحيح. لأن نمر إلى الإيكيجاي. الإيكيجاي هي الإيكيجاي وهي تقنية قلنا بأن من خلالها نتعرف على ذواتنا ونتموقع وكذلك نعرف ما هي الأفكار كمصدر من أجل أن نحدد مجال تخصصينا، باش نعرف أنا أي مجال سأشتغل فيه، أي مجال نخلق فيه المقاولة ديالي، أي مجال اللي غادي نحاول نبحث فيه باش تولي عندي أفكار. كنديروا الإيكيجاي. الإيكيجاي فيها أربع أسئلة. السؤال الأول: ما هي الأشياء التي تحب أن تقوم بها في وقت فراغك؟ شنو الأمور اللي تريد لهم أنت زعما في وقت فراغ ديالك؟
كاين اللي كيقول لك انا بغيت غير رسم، كاين اللي كيقول لك انا كنرسم وكندير المسرح، كاين اللي يقول لك انا كنكتب، كاين اللي يقول لك انا كنغني الى اخره. السؤال الثاني، ما هي الامور التي تقوم بها في وقت فراغك وتتقنها؟ شنو الامور اللي كديرها في وقت الفراغ ديالك ولكن عندك هذيك لا ميتريز، انا كتميتريزي هذاك الشيء اللي كديرو في وقت الفراغ؟ يقول لك انا رغم ان عندي مجموعه من المواهب ولكنني كنتقن موهبه واحده فقط وهي الرسم. السؤالين التاليين غادي نطرحوهم جوج كيجيو باراليل. السؤال الاول، واش كاين واحد الناس اللي يقدروا يشريو منك هذاك الشيء اللي كتقنو؟ هل توجد فئه قد تستهدفها؟ بمعنى هل يوجد اشخاص بحاجه للمهاره التي تتقنها؟ السؤال اللي كيمشي معاه باراليل وهو واش ممكن انك تبيع ما تتقنه؟ هل المهارة التي تتقنها يمكن بيعها؟ دونك هاد أربعة الأسئلة كيخليونا أننا نتموقع، كيخليونا أننا نشوف راسنا واش حنا مستعدين ندخلوا في إطار فتح مشروع ديالنا ولا لا. كنعرفوا كذلك واش الفكرة اللي عندنا ديجا نحاول نفتح المقاولة ديالي واش مرتبطة بيا ولا لا، واش نقدر نستمر فيها ولا لا. ماشي مشكلة الأخت فاطمة الزهراء. بعد ما تعرفنا على جميع المحاولة التي تطرقنا في الورشات السابقة، تطرقنا للفرق بين الناجح والفاشل، عطاتنا الأخت سناء، صفة رائد الأعمال قالتنا الأخت سناء، الميزة التنافسية قالونا الأخ إبراهيم، وأنا تكلمت على المحورين الأخيرين. دابا غادي ندخلوا مرحلة أخرى وهي مرحلة الاستماع لأفكاركم، مرحلة الاستماع لأفكاركم. ولكن الطريقة باش غادوي بها ماشي هي طريقة عشوائية، بل واحد الطريقة غتكون بيان ستريكتوري. ولكن انا حاولت انني نوجد مجموعه من الاسئله باش انت غتبقى تشوف فيهم وغتحاول انك تبريزونتي الفكره ديالك، باش الفكره ديالك نحاولوا نستوعبوها اكثر وجميع المتدربين يستوعبوها عفوا معك. دونك السؤال الاول غنحاول نشرح الاسئله مباشره، غادي ندخلوا في المناقشه في الحوار. السؤال الاول، ما هي القيمه التي تقدم من خلال مشروعك؟ شنو كدير؟ شنو هي لا فالور اللي كتكري؟ مثلا انت عندك مشروع بغيتي تبيع فيه الملابس، غتقول لي القيمه التي ساقدمها من خلال مشروعي هو بيع الملابس من نوع كذا وكذا، صافي. ما هي اهم الانشطه التي تؤثر مشروعك؟ الانشطه زعما واش غادي دير عمليه البيع فقط ولا البيع والانتاج؟ غادي البيع مثلا والانتاج وغادي دير التكوين، زعما جميع الانشطه اللي كاينين في المشروع ديالك. السؤال الثالث، ما هي الموارد التي تمتع لك؟ انت غتقول لي الموارد اللي عندك. واش عندك مثلا كتخدم اونلاين باغي تقدم دروس، عندك واحد تقول لي انا ديجا عندي بي سي وديجا عندي كونيكسيون، خصني مثلا غير موقع الكتروني. بمعنى من خلال الموارد اللي عندك غنقدروا نتخذوا قرار فيما يخص اختيار المشاركين في المسابقه. السؤال الرابع، ما هي الفئه التي تستهدف من خلال القيمه اللي كتقدمها؟ شنو هي الفئه التي تستهدف بالضبط؟ واش كتستهدف طلبه؟ واش كتستهدف نساء؟ واش كتستهدف رجال؟ هذوك النساء اش من سن بالضبط؟ الا كتستهدف مثلا طلبه اش من سن واش من تخصص الى اخره؟ ولماذا اخترت هذه الفئه المستهدفه وعلى اي اساس؟ كيف ستتواصل معها؟ بمعنى الفئه المستهدفه، كيف ستتواصل مع الفئه المستهدفه؟ واش غتعتمد فقط على الكلام هكذا فاس فيس تو فيس زعما وجها في وجه، او غتعتمد على والصوت والصوت ما مسموعش؟ مش المشكل من عندهم ولا من عندي؟ ما عرفتش. مسموع الصوت، مسموع من نص الصبح هو مسموع يا ولا نعاود الاسئله من الاول؟ ما عرفتش. الصوت واضح او لا؟ لا مسموع. شكرا. كيف ستتواصل مع الفئه المستهدفه؟ كيف ستتواصل مع الفئه المستهدفه ديالك؟ واش غادي تتكلم معها فيس تو فيس، زعما خصك تتلاقى معها؟ واش غتتكلم معها من خلال موقع التواصل الاجتماعي؟ واش تكون تتكلم معها من خلال البريد الالكتروني؟ واش غتتكلم معها من خلال الهاتف؟ كيفاش غتتواصل معها؟ السؤال اللي موراه، ما هي قنوات التوزيع التي ستعتمد عليها؟ كيفاش غتوزع الخدمه ديالك؟ واش غتفتح محل؟ واش غتعتمد على موقع الكتروني؟ واش غتعتمد على محل وموقع الكتروني؟ كيفاش؟ ولا غتعتمد على شبكه علاقات؟ هاد صاحبك غادي يقولها للاخر وهذا يقولها للاخر، زعما كيفاش غتوزع هذاك الشيء اللي كتنتج؟ هذا الصوت واضح، كاين اللي كيقول بان الصوت غير واضح، بغيت نعرف واش الصوت دونك ماشي من عندي. اللي ما عندوش الصوت واضح هو يدخل ويخرج شي واحد، ما واش الصوت واضح باش نكمل عافاك؟ الصوت واضح، الصوت واضح. شكرا جزيلا، شكرا شكرا. نكملوا، ما هي هل لديك شركاء؟ نعم، شنو واش عندك شركاء ولا لا؟ بمعنى انت واش
قبل ما غتبدا تطبق المشروع ديالك واش ديجا عندك شريك؟ واش صاحبك مثلا يدخل معك في المشروع؟ واش الاب ديالك؟ واش الام ديالك؟ شي صديق ديالك سواء في القراءه في الدراسه ولا شي صديق ديالك الصديق ديال الصديق ديالك؟ المهم واش عندك شريك ولا لا؟ في حاله ما كان ما قلتي لي ما عنديش انا شريك وزعما واش كاين احتماليه تدخل في شي شركه؟ زعما واش كاين احتماليه ولا لا؟ السؤال الاخير تكلم لي على المصاريف والمداخل، بمعنى مين غتدخل الفلوس وفين غتخرج الفلوس؟ في المشروع ديالك انت ما تقوليش انا كندخل الفلوس غير من البيع، ضروري خص تزين الامور زائد المصاريف. غتقولي لي شنو المصاريف اللي عليك وفرق بين المصاريف الثابته والمصاريف الغير ثابته. المهم ماشي مشكل دابا شكون يبغي يبدا الاول؟ دابا تعطيني الاسم ديالك تبريزونتي راسك ونبداو بحول الله وقوته بطرح كل سؤال وتجاوب شويه. قبل ما نعطي الكلمه ما كرهتش الاستاذ عثمان يتكلم حول هذا الامر هذا اكثر. السلام عليكم، شكرا سي حمزه، مرحبا بكم كاملين في هذه الحصه ان شاء الله اللي بغينا نناقشوا فيها الافكار، ويعني من بعد الحمد لله النقاط اللي استفدنا منها بشكل كبير مع السي حمزه صراحه. بالنسبه للمسائل دونك بالنسبه للهدف من الحصه هو ان كل واحد فينا سواء عنده فكره ولا ما عندوش فكره، حنا لوبجيكتيف يعني كنديروا واحد المرحله اللي كدار جميع المشاريع كيف ما كان نوعيه المشروع سواء شخصي ولا مشروع وسط من شركه كنسموه البرين ستورمينغ. دونك كنجلسوا كنناقشوا مع بعضياتنا وكنخرجوا الافكار اللي كاينين عندنا وكنحاولوا نطوروا الافكار فيما بيننا باش كنخرجوا بواحد الخلاصه اللي هي اللي ما عندوش فكره كيخرج بفكره، واللي عنده فكره فيها بعض يعني نقدروا نقولوا الشوائب بعض النقاط الغير واضحه كنوضحوا هاد الافكار، واللي عنده الفكره فهي ديجا متطوره كنعاونوا باش يحط الخطوه الاولى ويبدا المشروع ديالو. يعني بالنسبه دونك كومون جو ريغل بروبليم دو سون، بالنسبه للامينه ابراهيمي بالنسبه للصوت راه كاين المايك او نيفو ديال في لابليكاسيون غيبان لك كاين المايك كتكليكي عليه كاين غوجو المايك ولا الكاسك بلوتو، من ما تلقايش المايك تلقاي الكاسك كتكليكي عليه وغتلقاي غوجواند الاوديو. فوالا دونك دابا بغينا كل واحد كيفما سي بن ابراهيم كان عطى الفكره ديال المشروع ديالو ديال 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 التوزيع ديال 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 البن ديال القهوه يعني وبيان سور يقدر هو بيان سور يعطينا الفكره ديالو فين وصلت فين باغي يوصل كاملين. اي واحد عنده فكره وحتى اللي ما عندوش فكره يقول لنا بلي انا بغيت ندير مشروع انا بغيت نطور شي حاجه ولكن الافكار ديالي مشتته ما عنديش فكره، وهنا غنشوفوا كيفاش غادي نقدروا نخرجوا فكره كيف ما كيتقال غير مع بعضياتنا. فوالا دونك مرحبا بكم. دونك الكلمه عند السي حمزه لوركستراتور ديال لا سيونس ديالنا ان شاء الله باش غادي يجري لنا التدخلات ديالكم، ومرحبا بكم حنا في الاستماع. نبداو بحول الله وقوته. شكون يبغي يبدا؟ شكون يبغي يبدا معنا؟ لا نختار انا. الصوت واضح بعدا، الصوت واضح كتسمعوا؟ الصوت واضح مزيان. نقدروا باش نعاونوا يعني واحد المساله هذه النقطه اللي كنديروا فهي حتى هي مرحله حتى هي نقطه مهمه في التعلم اللي هي نخرجوا من يعني من الخوف ديالنا في التحدث امام الناس امام الملا، وهذه نقطه جد مهمه لاي واحد باغي يبدا مشروع ما خاصش يكون عنده هذا التخوف بتاتا، يعني ما خاصش يكون عنده واحد يعني حتى نسبه مئويه مثلا تكون عنده في التخوف، ما خاصش يكون، خاصو كيف ما كيتقال يكون عنده الجراه ديال انه كيخرج ويتحدث امام الملا ويعبر على الافكار ديالو. دونك دابا نقدروا باش نسهلوا شكون اللي عنده اصلا فكره ديال المشروع، اللي عنده فكره ديال المشروع اكتيفي المايك ويتكلم يقول انا الفكره ديالي ندير نبيع ملابس، انا الفكره ديالي ندير مشروع ديال مثلا طباعه، انا الفكره ديالي نصدر نتسورد ندير شي حاجه، ندير الفكره ديالي نعلم الناس عن بعد، الفكره ديالي نخدم مشروع بالاي كوميرس ما عرفتش كيفاش ندير، انا ما عنديش فكره. دونك بالنسبه لليلى لوماني دونك الا بغيتي ليلى انك تدخلي تدخلي اكتيفي المايك وناقشوا هذه المساله. رشيدة الوغ مرحبا رشيدة اكتيفي المايك ونبداو، اللي بغى يبدا اكتيفي المايك ونبدا. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا الاخت رشيدة. انا رشيدة من وجدة. كان عندي واحد الفكره ديال انه ندير مشروع يعني ديال ان بيرو ديتود يعني اللي ندير فيه المحاسبه وندير فيه دراسه المشاريع من الناس.
امبيكا فكره جيده بالنسبه يعني الاخت رشيده، يعني الدومين ديالك هذا هو الدومين ديالك واقيلا كما سقط. واه ديجا خدامه في الوقت الراهن؟ واش خدامه ديجا في شي شركه ولا لا؟ لا لا كندير ستاج في واحد البيرو ديتيد. كديري ستاج في بيرو ديتيد؟ جيد. شحال دابا تقريبا الوقت باش درتي ستاج؟ تقريبا شهرين. شهرين وفي هذه المده هذه لاحظتي يعني الدبلوم؟ شنو الدبلوم اللي كاين عندك؟ عندي ليسونس في جيستيون. ليسونس في لا جيستيون، يعني الا فهمت ان المشروع هو انني بغيتي بحال مثلا انا كنقول بلي ولا الناس اللي كاينين معنا عندهم رغبه باش يبداو واحد المشروع، غادي يجيبوا لك الفكره وانت غتعاونيهم في الصياغه ديال 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 لو بلون ديال كيي تشارج ديالهم ديال البيدجي اللي غادي يخصهم باش يحطوا هذاك المشروع. واه جيد. هادشي اللي كديرو في ستاج تقريبا ستاج شحال عندك المده ديالو؟ ما محدش شي مده، يعني باغي حتى نضبط الامور ديالي حيت في ستاج تقريبا كيدير يعني غير دراسه المشروع، ما كيديرش الكونطابيه، يعني كيدير لهم غير الدراسه نتاع المشروع باش كيدفعه لابونك باش يديو داك باش يستافدوا هذاك الكريدي نتاع انطلاقه. وناوي امورها فاش نضبط يعني الامور في دراسه المشاريع، يعني من جهه النظريه ولا من جهه التطبيقيه نمشي عاوتاني ندير ستاج يعني في كابيني كونطاب، يعني باش نضبط الكونطابيليتي. الو بالنسبه لهذا المسال، بالنسبه لهذه النقطه هذه، انا كاين يعني انا نعطي وجهه النظر ديالي والسي حمزه يعطي وجهه النظر ديالو ودوكم صح باش تكون يعني نقدروا نعطيوك الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون، لان نقدروا انا والسي حمزه كل واحد تقدر تكون عنده فكره مغايره، وملي غادي تسمعي الافكار بجوج ديك الساعه غادي تقدر تشوفي شنو الخلاصه اللي تخرجي بها. الو اول حاجه اول نقطه يعني الى ما دوك بالنسبه لي انا كنعتقد انك يلا خديتي لو ديبلوم جوست من نور الديبلوم دخلتي دابا كديري ستاج. واه مزيان امبيكال. دوك النقطه المهمه بزاف 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 هي ان هذه المرحله ديال الستاج ولا المرحله ديال الخدمه، يعني الخدمه الاولى اللي كتجي من بعد الدبلوم، فهي مرحله جد مهمه. ما ديروش الخطا اللي درت هنا، لانني انفو كانت عندي 20 عام، كنت مازال ما يعني كانت عندي 20 بالضبط فوالا، كانت عندي 20 عام يعني مازال ما ومازال مازال كنكمل سميتو القرايه ديالي ديال الانجينيوري. درت الشركه الاولى، والشركة الأولى كنت درتها أنا واحد السيد، كنت أنا وياه دخلنا درنا شركة، وهذيك الشركة لحد الآن هي خطأ، هي كانت خطأ من عندي أنا، وخا تعلمت منها ولكن كان خطأ. من الأفضل هو أنني ما كنتش نبدا بشركة، مع العلم بأنني كنت قبل خدمت لمدة تقريبا سنة، واحد العام كنت خدمت في جوج ديال البلايص مختلفين، ولكن كنت مازال ما عنديش الخبرة الكافية اللي تخليني نبدا المشروع. ولكن الوقت كيختلف، لأن ديك المرحلة ماشي هي هذا الوقت كان عندنا واحد المصادر مختلفة ديال المعلومات، وكان نورمالمون بالنسبة للبروجي ديال أخت رشيدة أصلا بروجي اللي يقدر يدار بمراحل. انا زعما من وجهه النظر ديالي اشنو هو اول حاجه، ستاج هو ستاج اللي كدوزي دابا هو انك ما تحديش بالمده، محدي بالاهداف شنو هما الاهداف اللي غادي تخرجي لي كونكلي لي ريزولطا اللي كاينين عندك، تعلمي الماكسيموم بوسيبل اللي كاين مع هاد السيد مع هاد الكابيني هذا من جهه. من انفو غادي بالك باللي وصلتي لواحد يعني عندك واحد النسبه مهمه، وليتي تقدري مثلا اي واحد يجيب لك واحد، خاصك تولي من وراء هاد الستاج هذا تقدري مثلا انا نجيب لك نقول لك انا بغيت ندفع الدوسي لابونك ونعطيك الفكره وديري معايا ليتود، لان هذا في حد ذاته سيتان سيرفيس. الا كنتي وصلتي من وراء الستاج لهذا المستوى، اشنو كتقدري ديري؟ كتقدري انك ديري ديري موقع ان سيت ويب وكديري فيه هاد ليتود. وهاد ليتود اول حاجه ما تمشيش ديري ان بيرو ديال ديبار، ان بيرو تاخدي فيه تبداي تخلصي الكرا ديالو وانت مازال خاصك كليكي، وتقدري قبل ما تبداي هاد المرحله هذه كديري ان سيت ويب وكديري ديري ان سيت ويب وكدي تبداي تخرجي مثلا ديري باج في انستغرام وكتبداي تعطي النصائح للناس مثلا كيفاش مثلا بغيتي دير المشروع ديالك كيفاش غادي دير ليتود الى اخره، وتبداي تعطيهم هاد المعلومات. جزء من المعلومات كتعطيها مجانيه، والجزء الاخر الناس كي سانتيغيس بهاد البروجي يعني بهاد الطريقه يعني سيرفيس ديالك غادي يبغيو من عندك لو سيرفيس واخا ا ديستانس. لان انا مثلا شخصيا مثلا في التكوين، انا عندنا دابا تكوين وعندنا منهاج تكوين لو سونتر دو فورماسيون، ومنهاج هي الشركه ديال ديفلوبمون ابليكاتيف، الناس كاملين خدامين ا ديستانس، حنا يلا غادي نديرو البيرو الخاص بلو سونتر دو فورماسيون، مي ليكيب تكنيك كلشي خدام من دارو. يعني حاليا كاع الناس اللي غادي تقدروا تخدموا يعني اللي غيبغيو
يتعاملوا معكم، فما غيكونش عندهم مشكل انك تخدمي معهم ا ديستونس. تقدري هذيك مرحله اولى تحدي الهدف، تقولي ان المرحله الاولى غنبدا نعطي له سيرفيس ديالي، غيكون هو انني نعطي نصائح للناس اللي بغاو ياخذوا يديفلوبي بروجي يديروا ان كريدي، ياخذوا ان كريدي مثلا كيف ما داير هذا الكابين. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي بغيتي تمشي ديري ستاج في كابيني كونطابل بور ميتريزي لا كونطابيليتي، هذا صاغيست ان سيرفيس دو بلوس، الا درتيه مزيان غيعطيك واحد لا فالور اجوتي. ولكن تقدري عاوتاني تقدري ما ديريش الا ما درتيش مثلا بالنسبه لهذه النقطه هذه، تقدري مع الوقت تقولي بلي ما نحتاجش نمشي نديرها هنا عوض الى لو سيرفيس الا ما بغيتيش ديريه، كتشوفي دي بارتناريا مثلا ان بارتنير اللي ملي غيجي عندك ان كليون غاد بور لا بارتي كونطابيليتي مثلا تي pour les clients كتفاكتوري عليه جودي نيمبورط كوا مثلا تفاكتوري عليه بواحد 3000 درهم مثلا، انت هذاك الكابيني كونطابل اللي غيبغي يعطيك لو ديتاي غادي يعطيك مثلا مثلا واحد 1500، غتلقاي راسك باللي انت ما كديريش يعني ما غاديش ديري ان ايفور ولو سيرفيس كيجيك واجد وكتبيعي لو كليون. وكاينه نقطه واحده اخرى ملي كنهضروا على دراسه المشاريع، كاينه نقطه جد مهمه هو انك كل ما حاولتي كانوا عندك دي بارتنير غتقدري تمشي بعيد في هذا الدومين هذا. بحالاش؟ بحال مثلا انا اللي نفرض مثلا انا بغيت ندير مشروع ديال الريستوراسيون، جيت لعندك انا ولقيت انت عندك خبره مثلا، عندك دي بارتنير الناس اللي كيبيعوا الماتيريال ديال الريستوراسيون، عندك الناس اللي كيبيعوا لي شاز اللي كيبيعوا لي طابل، عندك لي فورنيسور ديال لي زابليكاسيون ديال الريستوراسيون ايتترا. هذا الشيء غادي يجي مع الوقت مع الخبره، ملي غادي توصلي لهذا المستوى غتلقاي نجي عندك انا نبغي من عندك ان بروجي، تقدري توصلي لان بروجي كليون إن فوا نعطيك أنا الفكرة، تعطيني تقول لي هالبلون ديالك كيفاش تقدر تجيوك لي شارج، هما لي فورنيسور اللي تقدر تتعامل معاهم إلى آخره، وهذه كل حاجة بالثمن ديالها، وهذوك لي فورنيسور اللي غادي ديرهم أون كونتاكت مع لو كليون حتى هما غادي تربحي موراها. والنقطة اللي غنسالي بها هو أنك الخدمة أ ديستونس الحاجة لو بوان فور ديالها أنك تخليك تيفيتي لي ليميت اللي كاينين في المنطقة اللي أنت فيها، منطقة ديال الوجدة. يعني إلا قارنتها مثلا مع كازا ولا قارنتها مع الرباط ولا مع فاس وطنجة كتبقى كتعتبر منطقة متوسطة فيما يخص الحركة، الحركة ديال الناس اللي غيجيو لعندك كل مرة يبغوا ليتود ديال لي بروجي ديالهم إلى آخره. دونك علاش دونك داكشي علاش الناس ديما فكروا أنكم يعني تخدموا يعني واخا يكون عندك بيرو، ما حاول أنك توسع ديك الرقعة ديال لي كليون ديالك، تمشي تخدم مع الناس أ ديستونس لأن كلشي ولا دي انفورماتيزي يصيفطوا لكم لي دوموند وعندك لي زوتي باش تخدم. هذه وجهه نظر ديالي، ما عرفتش واش واضحه ولا لا، ولا كانوا فيها شي تساؤلات. وسي حمزه يبقوا له غالي من راجع. شكرا بزاف استاذ، الفكره ديالك واضحه بزاف، وحتى انا يعني فاش كنت كتهضر وضحت بزاف ديال الامور. شكرا بزاف استاذ. مرحبا مرحبا استاذ رشيده. سي حمزه المهم كما تكلم اخذت من عطاك مجموعه من النصائح فيما يخص زعما المشروع ديال مكتب الدراسات وغتخدم على المحاسبه. غير واحد الامر حتى هو غادي نقول لك هو الاطار القانوني، بحال من اجل ممارسه مثلا هذه المحاسبه كاين واحد الشروط، دونك الشروط هذه واش متوفره فيك ولا ما متوفرهاش فيك، دونك هذا بالاسئله. اخت رشيده استاذ ما سمعتكش، كان الصوت كيتقطع. دابا الصوت واضح. واه واضح. تقدر باش كتقولي غادي ديري حتى لا كونطابيليتي، باش كتبغي دير لا كونطابيليتي للشركات خص يكون عندك واحد المعايير يكونوا متوفرين فيك، انت ما عندكش هذوك المعايير من ناحيه الدبلوم باش غديري المحاسبه، فهمتي؟ انت بغيتي تمشي مثلا بغيتي تمشي تلعبي في واحد الاطار ديال لي فيديوسيير، انت حتى لي فيديوسيير شنو هو المشكل اللي كيكون هي خص تكون عندك واحد الالمام كبير بالقانون، انت عندك شي الالمام بالقانون ولا ما عندكش شي علاقه بالقانون؟ لا صراحه ما عنديش إلمام كبير. باش كتكلم في المحاسبه اي بمعنى دراسه المشروع باش كندير غير الدراسه، واحد الامور ما كتطلبش مني نعرف القانون بالساعه، خصني نعرف غير هذاك الاستاتيو جوريديك، واش نقول له دير صال واش ندير سوسيتي، غير امور سطحيه. ولكن باش كنقول له ندير فيديوسيار ولا ندير محاسبه دائما كتكون مرتبطه بواحد القانون، لان انا باش غادي ندير مثلا غون ليف خص يكون سولون واحد لي كونديسيون، باش ندير البيل خص يكون واحد سولون واحد لي كونديسيون دايرهم القانون. دونك هادو الفرق بين مهنه خصني ضروري تكون عندي واحد المعرفه بالقانون ويكون عندي واحد ديبلوم كيخول لي انني نمارس ديك المهنه، وبين واحد الحوايج نقدر نديرهم من خلال الدبلوم اللي عندي ومن خلال ليكسبيريونس. الامر اللي تكلم عليه الاخ عثمان كذلك هو الخدمه ديالك تقدميها عن بعد. دابا انا السؤال اللي غادي نطرح لك، حاولتي ديري شي محاوله تخدمي شي نهار شي بيزنس بلون لشي شخص من غير بلا ما تدوزي من البلاصه فين خدمتي؟ دابا كدوزي ستاج زعما انت هاكا برتي على شي واحد وخدمتي له شي بيزنس بلون خلصك؟ لا لا
وزعما واش نتيا ما خلقتيش فهاد الفرصه هذه، ما حاولتيش تمشي تقلبي على ناس ولا زعما في كاين المشكل ما نقدر ما حيت ما حاولتش نقلب، حيت يعني كنقول لحد الان راني مازال ما ضبطتش الامور 100%، يعني حيت الان باقي ناقصيني شي حوايج اللي خصني نديرهم باش نقدر، حيت فاش يعني نمشي نقلب على شي واحد انه نخدم له يعني ندير له دراسه تاع المشروع ديالو، خصني نكون ضابطه الامور ديالي 100%. دابا هذا واحد، هذا هو السؤال، شنو هي دابا المعايير اللي حطاهم نتيا باش تعرفي راسك واش ضابطه الامور ولا ما ضابطاش الامور؟ واش يعني نقول لك الحوايج اللي ناقصين، حيت كاين بزاف الحوايج اللي ناقصين. يعني مثلا انا يعني نقدر بحال دراسه المشروع كتكون فيه بارتي تيوريك وبارتي براتيك، يعني مثلا التيوري ضبطاها مزيان يعني 100%، يعني اي مشروع كيتعطى لي كنمشي كنبحث عليه كنقلب عليه كنشوف يعني البلاصه فين 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 اختار انه يدير المحل ديالو ولا البلاصه فين غادي يدير المكتب نتاعو. يعني اللي باقي عندي فيه مشكل هو البارتي براتيك، يعني دايره واحد الفورمولير في الاكسل فيها تقريبا كاع لي طابلو اللي غادي ندير فيهم الاناليز، غير هو غير ديك هذيك يكون يعني لحد الان الديريكتور مازال ما عطانيش حاجه نديرها، انه ندير الكونستيتيسيون دي سوسيتي، يعني انا قريت عليها غير تيوريكمون، يعني براتيكمون مازال ما تعطاليش دوسي انني ندير كونستيتيسيون دي سوسيتي. يعني عاد كنتسنى الفرصه انها تجيني، وديال مثلا فيما يخص لي دوفي فاش تبغي بس بين اللي دوفي يعني هو اللي كيتكلف فيهم، يعني مازال ما عرفتش، يعني مازال ما تعطات لي الفرصه، واخا كنحاول انه يعني باش يعطيني الفرصه، ولكن مازال ما تعطات لي الفرصه انني نديرهم. انتي سمعني على الاخت رشيده، دابا انا فهمت بالضبط شنو بغيتي تقولي، دابا فهمت بحال نقولوا عرفت ليطا دي بيو ديالك انت شنو هي. دابا انت هي بحال اي حاجه ما تستدعيش مني شي معرفه تقنيه نقدر نديرها لك، مثلا شي حاجه تيوريك راكي عارفه قلتي لي نمشي نقلب هذاك الشيء اللي باين راه عارفه، ولكن الحوايج ما باينش بحال اللي دوفي قلتي ما نقدرش انا ندير، ما كيعطينيش الامكانيه انني نلقاو، حيت اللي دوفي ضروري خصهم شبكه العلاقات، ودونك هو اللي عنده شبكه العلاقات هو اللي كيمشي يديرهم، ما ممكن ما غادخلي في هذا الاطار. زائد واحد الحاجه قلتي لي واحد الامور كونستيتيسيون سوسيتي واحد طابلو، انا واحد الحاجه بغيتك ديريها هي ضروري غتشدي واحد لاليست وتكتبي شنو هي الامور اللي هما براتيك وتقدري تعلميهم انت راسك، بمعنى نهار غتمشي تعلمي واحد الحاجه وغتبدا تفرجي، راه كاين دابا فيديوهات في يوتيوب كاين مكتوبه كتقرا وكتعلمي، ولا ديري دي فورماسيون، دابا الفورماسيون الاولى في الكونطابيليتي راه ولا الخاص كتدخلي واحد الفورماسيون وكتعلمي، وانت هي اللي غتولي تقترحي عليه، النهار غادي يسمعك غتقول له راني درت واحد الفورماسيون تعلمت هذه، هذاك النهار يقدر يزعمك، بمعنى ما تقوليش ما عطانيش الفرصه، نقدر نقول لك بانك انت هي ما كرييتيش هذيك الفرصه. متفقه معايا ولا لا؟ واه متفقه معاك. دونك دابا الامور اللي خصك ديري هي غادي درسي امكانيات هذا المشروع ديالك تحطيه اونلي، درسيه شوفي انت زعما واش تقدر ديري اونلي ولا ما تقدرش ديري اونلي. اخ عثمان قال لك غاديري موقع الكتروني، ممكن من خلال هذاك الموقع الالكتروني تبيعي لهذيك الخدمات ديالك. زائد الحاجه الثانيه، دونك الحاجه الاولى هي غادي تحاولي تصوري انك تخدمي اونلي. الحاجه الثانيه هي ضروري غتكتبي واحد لاليست بشمو الامور اللي خصك تعلميها باش تضبطي الخدمه اللي غتخدمي فيها، فهمتي؟ الحاجه الثالثه هي واش غادي نبقى مع نفس السيد ندوز ستاج ولا غادي نحاول ندخل في واحد الاطار اخر. انا كنصحك بواحد الاطار اخر وما نعرف ما كتخلصيش في هذا الستاج. لا مزيان، كاين دابا واحد المؤسسات ولاو جداد ديال دابا واحد المؤسسات تبع الدوله كتسمى بلاتفورم دي جو، سامع بها ولا ما سامعش بها؟ بلاتفورم دي جو بلاتفورم دي جون. لا هانتي سمعيني مزيان، هاد بلاتفورم دي جون هي واحد بحال نقولوا مكتب دراسات ديال الدوله، هو كيدير دراسه للناس، كتعرف مثلا الكريدي انطلاقه وهذا كيقول لك كيمشيو للعماله كيقول له راه بغيت مثلا الكريدي ديال المبادره الوطنيه للجيش، كيقول لهم سيروا لمنصه الشباب، باش كتمشي لمنصه الشباب باش كتلقى بزاف ديال الناس، كتلقى تكنيسيان سبيسياليزي، كتلقى عنده ليسونس، كتلقى عنده ماستر، كتدخل كيشدك شي واحد وكيبقى يدرس معاك الفكره ديالك، زائد كيدير واحد التكوينات. تصوري معايا الا مشيتي دوزتي ستاج في منصه الشباب غادي تولي تعلمي ديري دراسه المشروع ياك، ثاني حاجه غادي تولي عندك واحد الكومونيكاسيون تولي تكومونيكي مع الناس مباشره، حيت غادي انت تقول انا عندي ليسونس عند دوز ستاج ديجا في واحد الكابيني، دونك غادي تستافدي واحد المده دوزتيها في واحد الكابيني غادخلي غيكون عندك واحد البوفوار شويه، اما هذاك اللي دخلتي عنده المره الاولى راه مازال واخد عليك نفس الصوره وما كتعرفيش.
واه الصراحه بصح انا كنحس بهذه الطريقه يعني نفس الحوايج كيعطيها لي في الدماغ هذه هي الامور بمعنى الا مشيتي من الشاب وغتقول لهم ديجا دوزت انا ستاج مع واحد السيد يقدر يثقوا فيك شويه خصوصا باش غتبيني لهم دونك بيزنس بلان بارتيكيو كيطابها تما غادي يمشيو معاك في التطبيق زائد ما تنسايش كيديروا مجموعه من التكوينات وفي الدومين ديال الدراسه غادي يهمو هذوك التكوينات بزاف كيديروا التكوينات في المجال ديال التسويق ماشي للناس اللي خدامين للناس اللي غادي يستافدوا من دراسه المشروع بمعنى انت غتشوفي كيفاش كينظموا التكوين وغتبقي ديري علاقات كيجيبوا مكونين كيجيبوا اساتذه في لافاك كيجيبوا بزاف ديال الناس دونك هنا غتبقى الشبكه العلاقه ديالك شويه تطور واحد الحاجه اخرى هذه منصه الشباب شكون اللي كيشرف عليها هي مؤسسه دايرها الدوله ولكن تسيرها جمعيه هذه الجمعيه راه عندها امكانيه توظف اي لحظه تشوفك خدامه مزيان ممكن توظفك لان درسي هذا الامر مزيان منصه الشباب في وجده نقول كيفاش كاينه كاين حدا الكنيسه كاين الكنيسه وكاين واحد الجامع وكاين شي اكاديميه ديال التعليم كاين هذيك الطريق ها الكنيسه ياك هذيك الاكاديميه وكاين هنا هذيك الجامع جامع ام شي عائشه واه ام المسجد ام البنين كاين كاين واحد الطريق قطع الشانطي كاين واحد العباره راه كتبت فيها منصه الشباب سيري تماك تخلي حاولي تسولي انا بالنسبه لي هذيك هذا هو التصور اللي نقدر نعطيك واخا واخا شكرا بزاف انا سجلت ولكن ما تنسيش شنو قال لك الاستاذ عثمان حاولي انك تخيلي انك تخدمي اونلاين تصوري معايا دوزي ستاج بلاتفورم ديجيتال غتولي تشدي بزاف الملفات عندك حساب كبير في الفلاجر راه دابا كتقوي جوج عندك بزاف المشاريع ما تنسيش دابا الدوله عطات انطلاق ديال قرض جديد سميتو فرصه ضروري خصك دوز من هاد البلاتفورم ديجيتال ولا شي حاجه دابا بلاتفورم ديجيتال غيجيو عليها بزاف الناس حتى فابور دونك غتكون عندك امكانيه ديال دراسه بزاف المشاريع واحد بغى يدير تربيه الحلزون واحد بغى يدير قهوه واحد بغى يدير مثلا شي حاجه شي فكره مثلا شي قهوه ديال لي جو فيديو شي واحد بغى يدير مثلا هكا مركز يقري فيه دونك غيدوزو عليك بزاف ديال الافكار وميم طون تكون عندك قابليه ديال التعلم كاين بزاف الناس تماك واحد استاذه مثلا كتقري القانون راه خدمي لها تماك كتقول لهم شنو ستاتيو جوريديك اللي غادي يختار هذا كيكونوا بزاف ديال التكوينات كيفاش تحسب شفخ ضفير ديال كيفاش دير بريفيزيون زائد راه هما ما عندهمش واحد الهدف بحال الكابيني اللي كدوزي انت فيه ستاج الكابيني اللي كدوزي فيه ستاج ما كيبقاش يسمع بزاف لهذيك الكليان كيعمر له هذيك البيزنس برو كيقول له عمروني مزيان باش ناخذ الكريد هما من الشباب كيحاولوا يسمعوا مزيان لهذاك الشخص باش يختاروا الفكره بحال كنقولوا كيوجهوه كيقول له حنا ما بغيناش اي من فكره حنا بغيناك انت تفكر بواحد الطريقه زوينه دونك يبقاو يديروا معاه مجموعه من الجلسات هنا غتعلمي بزاف صراحه منها غيكون عندك واحد شويه ديال البوفوار تقترحي دوي غادي تشوفي بزاف ديال الامور بزاف ديال لي دوسي دونك غادي تتعلمي زائد ممكن انك تشوفي راسك تعلمتي شويه تخدمي اونلاين صافي هذاك الشيء اللي كديري في البلاتفورم ممكن ديري اونلاين مفهوم شكرا بزاف استاذ شجعتني بزاف والله كنت فاقد الامل الصراحه ولكن شوف هي مساله انا كنقول لك دائما قلب انا دائما شي واحد كيقول له غير قلب ما كاينش فقد الامل كاين يقلب كخي شوف مثلا انا دوزت 16 بلاتفورم ديجا هذا الشيء اش كنقول لك انا ديجا شفت بلاتفورم ديجا كيفاش خدامه وهي ما معروفاش بزاف دابا باش غادي يقول لك تقريبا عمره ما جاتنا شي 16 حيت ما معروفاش خدامين فيها غير الناس اللي وظفوهم تما النهار الاول فهمت ان شاء الله تيلا انا غدا غادي نمشي ولكن شكرا بزاف اخرى ما تمشيش خاويه ضروري خصك تمشي سيري شوفي السي في ديالك خصو يكون مزيان الله يرضى عليك وكتبي واحد اللي تخدم موتيفاسيون زائد ما كرهتش انك فهاداك السي في يكون مضبوط لهذيك هذاك شنو كتبي له تبارك شنو كنتي كديري فهاداك السطاج كتبي له تبارك مثلا الغيداكسيون ديال البيزنس بلان الا كديري ليتود فينونسيير ولي كندير ليتود فينونسيير واش الا كتعرفي شي لوجيسيال مثلا اس بي اس اس اللي كيدير لي جوب مارشي اللي كنديروا به لي زاناليز كتعرفي كتبيه تما اشرحي مزيان اش كتعرفي ديري وجدي مزيان لونتروتي ديالك وجدي لونتروتيان ديالك مزيان المنصه سميتها منصه الشباب بلاتفورم دي جون كاينه في جميع المدن في المغرب كتقدم خدمات مجانيه صافي ما تمشيش عشوائي ما تمشيش غير هكا اعتبار فهمت واه شكرا بزاف استاذ بطيء امورك حيت راني خدام صافي شكرا شكرا استاذ شكرا وتدخين اخر الا سمحتي لي السي حمزه بالنسبه للاخت رشيده دوك اللي كنقصر عليها هو ان الناس اللي كاينين معانا هنا
في المين يعني اللي معانا دابا في المنصه منصه الشباب ديال التكوين. دونك بالنسبه للناس اللي بغا اللي عندهم ان بروجي يقدروا يتواصلوا يعني نقدروا نديروا لهم مثلا يعني ان دوسي خاص بهم في البلاتفورم مع يعني مع الاخت رشيده تما فين يقدروا يتواصلوا يعطوا لي دوسي ديالهم ابلودوا لي دوكيومون ديالهم وديري لهم دراسه ديال المشاريع ديالهم. دونك الناس اللي كاينين معنا هنا اللي عنده شي مشروع يقترح الفكره مثلا الاخت رشيده ومنها بحال يعني فوالا هاو دي كاب خاتيك اللي تقدر دير لهم دراسه ديال المشروع ديالها. وكاع الا بغيتي نعطيك انا مشروع ديال لو سونتر دو فورماسيون اللي بغينا نلونسيه وديري لي الدراسه ديالو على حساب لان غتدخلي عاوتاني في انوتر كونتكست. دونك يعني حتى هذه فكره الا بغيتي الاخت رشيده فمرحبا. واه الله يودي مرحبا حتى انا ماذا بيا نتعلم. مرحبا على راس العين. ودوك الاخت رشيده انا غادي غادي جنوتسا وغادي نعتبرك من الناس اللي غيشاركوا معنا في المسابقه ديال تحويل الفكره الى مشروع. وعلاش لا باش تقدري تكوني من الناس اللي يستافدوا من موقع مجاني اللي هو تبداي به ان شاء الله. ان شاء الله. مرحبا. دونك نشوفوا شي متدخل اخر. يلا ما تحشموش سي لوكازيون نهضروا مع بعضياتنا ونحاولوا اننا ناخذ افكار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جونا جوج ايمان وفاطمه جوج بدا نبدا انا ولا هي اللي يبدا صافي ارفع مسيو نعرف بوحدي ولا نورمال؟ مرحبا راكي راكي بحال جالسه في الدار في داركم. عندي انا عماره فاطمه جي 21 ونسكن في الجزائر. مرحبا. بصحتكم كاع مغاربه هنا صافي غير انا الجزائريه الوحيده. لا 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 المهم سي بن ابراهيم بعدا. لا 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 كاين جزائري اخر. شحال من واحد الناس اللي عندنا اللي من الجيري يدير لنا ميساج يدوي ويكتبوا شي حاجه باش نشجعوا الاخت فاطمه. ساره من الجيري بن ابراهيم من الجيري بحال دوك حنا كاملين عائله واحده. مرحبا. بون مسيو درت نورمالمون 3 بروجي شغل مصغره ماشي بروجي كبير. داكوغ. اول بروجي تاعي كان هذوك الكيكينات تاع الغراوين الصغار تاع الدراري الصغار. هذا البروجي شغل نجح لي بزاف ما نبعت منه. شنو هو البرودوي ما عرفتوش اكزاكتومون؟ هادوك شغل الكيكينات تاع الغراوين الصغار الشيرات هادوك الصغيرين كي يقبضوا لهم شعرهم به. داكوغ اوكي. هذاك شغل درت بزاف لي موديل وكان اول بروجي ونجحت فيه. مزيان صح. البروبليم تاعي ما كملتش فيه شغل غير ديك المده اللي نجحت فيها موراها ما زدتش كملت. داكوغ. عاود دخلت خدمت في شركه تاع كوزميتيك وليت نبيع معاهم هذا دوزيام بروجي وثاني ما كملتش فيه. مام هاد لا سوسيتي ديال كوزميتيك كنتي تبيعي معاهم كنتي معاهم سالاري ولا كنتي كتخدمي معاهم كتاخذي لي برودوي وكتعاودي تبيعيهم؟ ايه كناخذ لي برودوي ونعاود نبيعهم. داكور اوكي. و ثالثاً ثالثاً بروجي مام بعت بغيت نبيع هكا شغل ملابس تاع النساء وتاع الغراوين. وي البروبليم تاعي هو نبدا في لو بروجي بصح ما كملش فيه وما مسي شفت في التجاره شغل الكوميرس ما عنديش حظ ولا ما عنديش هكا ودروك راني شغل نحوس على اون ايدي ولا ما عرفتش زعما نخرج اون ايدي قلت التجاره زعما ايدي مينيها خاصني ايدي خد اخرى نحوس نخدم عليها. داكو الو بالنسبه دوك عندنا يا اما التجاره ياك يا اما لو دومين لو مون سالاريال سافو دير يا اما غادي نكون ندخل نبيع اون فوا نبغي نبيع ان سيرفيس ولا نبيع ان برودوي دوك اوتوماتيكمون راه سي التجاره وسي الكوميرس. لو بوين زعما النقطه المهمه بزاف هي مساله ديال الحظ فهي ما كايناش. هي كاين مساله اللي هي جد مهمه هي مساله ديال
دونك ديال ديال التوكل على الله ان فوا تكون الخدمه والاتقان ديال الخدمه فاوتوماتيكمون غيكونوا دي ريزولطا، ولكن كيخص الصبر. وكاين ان ليمون اللي هو بان ليا لا غومارك اللي عندي هي لا كون زعما علاش ما كتكمليش في ليدي باغ اكزومبل لا بروميير ايدي ملي كانت خدمت لك مزيان علاش حبستي ومشيتي بغيتي تشونجي ليدي؟ شغل في هذاك في واحد المومو خدمت لي بيان داكور عاود تنقص الخدمه يا سي بون انا شغل كرهت حبست داكور اوكي الوغ هنا فين هنا ديال اللي هادشي اللي كنت توقعت بور جو فوز اكسبليك اون شوز الوغ بالنسبه باغ اكزومبل هاد لي دومين هادي كلي كو فوز افي شوازي هاد لي برودوي مثلا هادو ديال هادو بعدا اللي كنتي كتصيبي ديال لي زونفو ديال البنيات الصغار ولا هادو كنتي كتصيبيهم بيدك ولا كنتي كتشريهم من شي بلاصه؟ لا نخدمهم بيدي. امبيكاب فوالا امبيكاب دونك الوغ جو فوز اكسبليك هنا فين كاين لو سوسي هو ان بارفوا ملي كيخدم لينا ان برودوي كنقولوا بلي هذا لو برودوي هذا سي لو برودوي تما الوينين برودكت دونك سي لو برودوي غانيون اللي كناخذو كنقول بلي هذا لو برودوي هو اللي غادي نبقى نخدم به مي باغ كونتر بالنسبه لتوسكي هاد اي برودوي هذا كيكون عنده دي سيزون كيكون عنده واحد الوقيته اللي كتهبط لا سيزون ديال هذاك البرودكت دونك ان فوا كتهبط لا سيزون اوتوماتيكمون البيع كيقل ملي كيقل البيع ديال هذاك لو برودوي لو فو ديك يعني لو فوندور شويه كيطلع لي الدم كيبغي يبدل كيقول لك لا دونك سا مارش با هنا فين كاين الاشكال هنا فين الفو ميتر دي برودوي ديفيرسيفي لو بروبليم سي كو هاد لي 3 شوا اللي كانوا عندك كو سوسوا البرودوي هذا ديال الوليدات الصغار ولا حوايج دونك لي فيتمون ديال 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 لي فام ولا شنو ولا لي زوتر لو ترويجيم بروجي اللي كان هو ديال لي برودوي كوزميتيك هادو كاملين دي برودوي سيزونيير دونك بمعنى كاين عندهم مثلا كاين عندهم لاوت سيزون كاين شونجمون ديال لي سيزون دونك باغ اكزومبل الا خديتي مثلا بغيتي تبيع الحوايج ديال ديال لي فام باغ اكزومبل خديتي بديتي كتبيع مثلا في لي تريكو اوتوماتيكمون ما غيتباعوش لك في الصيف ما غيتباعوش لك في البرانتون مي غيتباعو لك في ليفير يتباعو مثلا يتباعو مزيان دونك اوتوماتيكمون اون فوا با دير غادي نقولوا بلي زعما ما تقدريش تقولي بلي بوسكو انا كنصايب لي تريكو اوتوماتيكمون لي تريكو راهم مزيانين علاش ما كيتباعوش ياو سيغ ما يتباعوش في الصيف لان الناس ما كيبغوش لي تريكو الوغ بوتيتر نقدر نقول لك ليدي شنو هي بوسكو عندك عندك دي برودوي اللي كتقدري تصايبيهم بايدك ان كيسيون لا كونتيتي اللي كتصايبي ولا كونتيتي اللي كتصايبي اسكي لي سوفيزونت واش باش غادا تقدر تعاونك اسكي لي سوفيزونت بور كوفرير لو بيزوان ياك ولا المدخول ديالها اي سوفيزون بالنسبه لك انت لان بيتيتر انا كنصايب ان برودوي اكس مي كنقدر نصايب غير 10 مالغري بان كاين عندي لا دوموند ولكن الربح ديالي قليل دونك كنقول باللي لا خصني ان اوتر سوليوشن باش يكثر الربح الوغ بارابور لا كونتيتي واش المدخول ديالها اللي كان كنت كتدخلي اسكي لي تي سوفيزون ولا لا ماشي سيفيزون حتى تما مي صافا كوميم داكور الوغ هنا غادي نقول لك انا نقول لك نعطيك لي غومارك ديالي ونعطيك سكو جو فوكم بروميييرمون بالنسبه لهذوك لي برودوي ديال الوليدات الصغار ياك هذوك سي بارمي لي برودوي سي بارمي بصراحه لي زيد اللي مزيانين تبيع لي برودوي ديال الوليدات الصغار احسن من انك تبيع لي برودوي ديال الناس الكبار باسكو سي نقدروا نسميو اونتر بارونتيز سي كونسومون لي خاص يكونوا il faut diversifier les produits يقدر يكون عندك واحد لا كونتيتي ديال لي برودوي تكون ديالك انتيا كتصايبها بيدك اي دوتغ برودوي vous faites de la revente c'est-à-dire كتاخذي من عند لي غروسيست وتعاودي تبيعي تخيلي معايا باللي عندك مثلا توجور انا بصراحه جو في vous orienter بزاف tout ce qui زعما tout ce qui soit e-commerce ولا e-learning tout ce qui a des sens علاش parce qu'il évite les limites géographiques alors انا سكو جو بريكونيز مثلا كتخيلي معايا مثلا عندك واحد ويب سايت خاص بالوليدات الصغار غادي يكون عندك دي برودوي ديالك انتيا كتصايبيهم ديالك انت دوطرو برودوي كتشريهم وكتعاودي تبيعيهم ياك هنا خاص يكونوا لي برودوي اي دوفت اتر ديفيرسيفي لا كيسيون كو جو زعما لا كيسيون كي سو بوز هو البيدجي اللي غادي تخدمي به غادي يكون بيدجي المعقول على حسب باش تمشي ضربه ما تاخذيش بزاف ديال البرودوي ديالك باش ما يكونش عندك ستوك كبير لان الا كان عندك واحد ستوك كبير يلصخا جينو باغ لا سويت لان ديما غادي يبقى عندك كتجي لا سيزون كنت مثلا كنتي في الصيف بديتي في الصيف غيكون عندك الحوايج ديال الصيف اون فوا يدخل مثلا الخريف الحوايج ديال الصيف ما كيبقاوش كتشديهم كتخ
تخزنيهم باش تبيعهم العام الجاي. انا غادي نقولوا باللي كيدي موضه والى اخره. داكشي علاش خاص لا كونتيتي تكون غير شويه، تكون شويه معقوله. انا اللي كيبان ليا خاصك دي برودوي تكون تصايبيهم نتيا، دوطرو برودوي تقدري تشريهم وتعاودي فيهم كيف ما كيدير ديري لا غوفون كوميرسياليزاسيون، تاخذي البرودوي كونتيتي قليله وتعاودي تبيعيهم، ديفيرسيفي لي برودوي وغادي تمشي غتادابتي مع لا سيزون. كاينين عندنا مثلا دي برودوي لي كيلكو سوا لا سيزون غيقدروا يخدموا بهم، مثلا هذوك اللي كيربطوا بهم الشهر دي تروك بحال هكا، هادشي كيخدموا يخدموا توت لاني. تقدري تمشي في نقطه واحده اخرى هي تحطي كوم اوبجيكتيف ديالك وانك غديفلوبي اون مارك ديالك، غتقولي بلي باغ لا سويت غادي ندير واحد لا مارك ديالي السميه ديالها اكس اللي غنسجلها غنحفظها غتولي ديالي وغنولي نطبعها في لي تيشيرت غنولي نطبعها. هنا فين نقدر نعطيك، وهنا فين جبنا لي تيشيرت كاين عاوتاني ايدي واحده اخرى بالنسبه لي برودوي مثلا لي تيشيرت باغ اكزومبل. غتلقاي بلي كانوا مثلا alors qu'il مثلا دي برودوي نعطيك اكزومبل، مثلا عندنا الجيري باغ اكزومبل ملي دات الكوب دافريك، كان اون ايدي اللي كنتي تقدري ديريها مثلا هو انك تشوفي الناس ديال الطباعه كتشري برودوي زعما تيشيرت عادي بثمن كيكون رخيص غير الكاليتي تكون مزيانه، والسوسيتي اللي غدير لك الطباعه تكون تقدر تطبع لك فهاديك التيشيرت بثمن مزيان وديري فيه مثلا 1 2 3 فيفا الجيري ولا مثلا مبروك علينا الكاس ولا ان تخي كوم سا. هنا ملي كيدير هاد لو سوجي هذا باغ اكزومبل كيدير شويه البوز لانه اليني مع ليفينمون اللي كاين عندنا غادي تباع لك لو برودوي بزاف. وهنا فو بوفي شونجي لي برودوي بحال هكا، دونك خاص يكون عندك دي برودوي ديفيرسيفي. وكيف ما كنقولوا واحد كتبيع كل ما بعتي، يعني يعني واحد كي كيف ما كنقولوا بالدارجه في المغرب واحد كيكالي على واحد، بمعنى ملي كيكون ان برودوي طالع كيتباع اكثر واحد برودوي كيتباع شويه، ليسونسييل هو انني في الاخر كنلقى باللي راني ربحت مورا. باش نختصر ونخلي الكلمه لسي حمزه، اول حاجه بالنسبه للمشروع الى بديتي حطي لي زوبجيكتيف يبانوا قدامك، خاصك تنوعي لي برودوي لان باش لان لا دوموند كتبدل مع لي سيزون اللي كنبداو نهضروا على هادشي ديال الحوايج. فكري انك مثلا تاخذي دي برودوي من عندي فورنيسور وتعاودي فيهم البيع، تكون فيهم عندك اون مارج ديالك، تكوني ديري تخصص تكوني متخصصه بالحوايج ديال الوليدات الصغار، وعلاش لا ما انك ديري مثلا تاخذي دي تيشيرت مثلا سامبل دي سيرفيت سامبل وكتديهم للسوسيتي ديال الطباعه وكيطبعوا لك شي حاجه بوتيتغ لوغو ديالك بوتيتغ ان ايفينمون اللي كاين اللي كاين داير البوز مثلا في هذيك الوقيته شي حاجه كياتيغ طخو لاتونسيون ديال الناس. وهذا الشيء كامل غنعاود نرجع لكم نقطه مهمه في جميع المشاريع لي ريزو سوسيو سي فريمون لو بوان سونترال كي فاتيغي لاتونسيون يجيب لكم الناس تما باش يقدروا ياخذوا من عندكم لي برودوي. انا حاولت نعطي زعما الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون اللي طاحوا في دماغي دابا، ما عرفتش واش كاين شي تساؤل واش واضح ولا لا. واضح، ميرسي بوكو مسيو، نديفلوبي فيه هو. مرحبا، على راس العين سي حمزه الملاحظه ديالك. مرحبا بك اخت فاطمه. الاخت فاطمه عندي مجموعه من الاسئله. السؤال الاول اللي غادي نسولك، العمر ديالك 21 سنه ياك؟ ايه 21 سنه. ممكن تكلميني اكثر زعما واش لي بلوم شي تخصص ديالك في القرايه الى كان ممكن؟ هاد لاني عندي لا ليسونس في الجيني ميكانيك. ليسونس جيني ميكانيك. المنطقه اللي زعما اللي كنتي كتبيعي فيها هذاك البرودوي الاول اللي قلت ديال الدراري الصغار، شنو المنطقه؟ بديت بالعائله تاعي الجيران. لا المنطقه الجيران يعني وين ساكنه؟ زعما البلاصه زعما المدينه اسم المدينه. ما سمعتكش مسيو مليح. زعما المنتوج كنتي كتبيعيه محليا غير في المدينه فين كتسكني؟ ايه سميت المدينه اللي كنتي كتسكني فيها. تيارت. هاي دونك ما عمرك ما حاولتي انك تبيعي هذاك لو برودوي في واحد المدينه واحده اخرى؟ لا جامي خممت فيها هذه. حاولتي؟ شغل جاتني بزاف، كنا ندير لهم لي فريزون يتو على حاجه دي تخيك صغار ماهمش كبار، هادو تاع اللي في شغل هاد البروجي صغير بزاف.
مزيان ما عمرك ما دخلتي لي ريزو سوسيو في البيع ديالك حاولتي شي نهار تفتحي شي باج انستغرام وتصوري فيها دوك اللعيبات الصغيره اللي كدير لهم البروديكسيون ولا ما عمرك ما درتي هذه المحاوله لا دخلتها كنت دايره باجا في الفيسبوك حيتي ولا مازال سي بون قلعتها مزيان دونك دابا غادي انا عندي واحد الاسئله واحد اخرين نكمل معاك جيت تكلمتي على الحظ قلتي انا التجاره هي بان ما عنديش فيها حظ ياك بنت لي شغل رزقي ما راهش في التجاره هكا الله يرضي عليك علاش واللي زعما شنو هما الامور اللي خلوك تقول حيت الهضره شي استنتاج ما كيجيش على عادات مي كيكون واحد الامور اللي كيخليونا اننا نستنتجوا هذا بحال هذا الاستنتاج شنو علاش بالضبط نتيا قلتي انا ما عنديش حظ في التجاره بان ليا ما عنديش حظ في التجاره علاش باسكو شغل لي 3 بروجي اللي درتهم ومام سي دروك راني دخلت مع جوميا باش نخدم معاهم وما كاش شغل ما يشروش عليا وما كاش خدمه فيهم على هذا قلت ملي ما عنديش حظ في اللي اكثر شرحي لي اكثر شرحي لي اكثر هذا البوان هذا اللي قلتي ما كاينش خدمه ما كاينش خدمه فيهم شنو كتقصدي ما كاينش خدمه فيهم شغل ما يشروش عليا بزاف هذه هي هذا هو السؤال هذا هو الجواب اللي بغيت علاش ما كيشريوش من عندك بزاف هذا هو السؤال اللي خصك تسولي نتيا واش لو برودوي ديالي كيسيب لي واحد الناس اللي هما قلال واش الثمن اللي كنبيع به طالع زعما ما طرحتيش هذه الاسئله لا طرحت هذه الاسئله بصح البروبليم في شغل ما بعتش ما كيش نقول لك ما سمعوش به ناس بزاف باش نقول ما شافش عليا شغل وليت نبيع غير في البلاصه تاعي بين العائله تاعي ولا الجيران هكا دابا نتيا الاخت فاطمه عندك واحد كيفاش نقول خصك تبني واحد العقيده راه شنو هي العقيده العمل اللي كنحاولوا نبنيو هي ما يبقاش تفكري ديالنا غير غادي يفيدك في المستقبل ولكن ما تبقيش تفكري ولا تبورني العقلي ديالك غير الموقع غير الناس اللي كنعرف في العائله ديالي يجيو من عندي غير المقربين مني هما اللي غيجيو من عندي بمعنى انت هي النهار الاول اللي بديتي المشروع ما كانش عندك هذيك القناعه بانني نبيع للناس بعيدين عليا والفكره ديالي نشرها انت النهار الاول اللي كتبداي غير محدود ايه النهار الاول بديت غير في الشغل في الهالات لا 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 اللي كتبي هنا هذيك كتبي في العقل ديال فاطمه هنايا باش بدات تبيع هذاك الشيء ديال الدراري الصغار شنو كان عندها في مخها واش كنتي بغيتي ديري محل في المستقبل ولا كنتي باغي تبقي تبيع غير هذوك الدراري الصغار اللي عندك في العائله هذا هو اللي كيشكل الفريق حيت واحد باش كيدخل في بروجي كيقول انا غادي نقدم المنتوج ديالي بزاف ديال الناس وكيبقى يبني الاستراتيجي على بعضهم انت بديتي في المخ ديالك غادي محدوده لا كانت عندي اون ايدي شغل نبدا مشاريع مصغره باش ندير مشاريع كبيره هي اللي شغل ندير بها اللوغو تاعي ندير بها هكا دابا تبغي تقول لي انا بغيت نبدا مشاريع مصغره ما نكملهاش بمعنى غير تعتبر هي راس المال ديالي في واحد المشاريع اللي غادي هادشي اللي بغيت تقول لي بريسك هكا وي دابا هذه التقنيه اللي كتير شويه صعيبه صراحه حيت من الاحسن انا بالنسبه لي كنقول من الاحسن انك ديري واحد المشروع يبدا صغير ويكبر احسن من ندير مشروع مصغر نجمع معايا راس المال ونبدل التخصص علاش كنتكلموا على الخبره هذيك المجال باش تبداي صغيره كتبقاي تعلمي 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 وكل ما كبرتي كل ما كتفيدك هذيك الخبره ديالك اللي قديمه زائد كتولي ديري راسك في السوق ما جاتش انت غتبداي صغيره تجمع راس المال وتبدلي السوق مباشره تبدلي راه من الدراري الصغار للعيالات راه كاين واحد التحول كبير غيحتاج منك بزاف فهمتيني زائد واحد الحاجه واحد اخرى انت قلتي لي ديجا انت كتخدم داكشي بيدك وكتبيعي دونك ديتي حاجه كتخدميها بيدك بمعنى حيدتي عليك هذيك التكاليف العام من هنا لا زعما نشري ونبيع ويقدر الناس ما يشريوش من عندي ماشي بحال باش كتجي انت كتسمع كاين كوموناج كتكوني متحكمة في هذيك السلعة ديالك كثر
فهمتي شنو كنقول لك؟ ايه قالوا بغيت كنطرحوا هو زعما انت جيني ميكانيك زعما التخصص ديال جيني ميكانيك عائق ولا شي حاجه زوينه؟ لا عمرها شغل انا جيني ميكانيك نبغيها مزيان شغل ماهيش عائق عندي باش ندير زعما عائق بالنسبه ليك انت في المشروع ديالك علاش ما فكرتيش فواحد الفكره ديال المشروع عنده علاقه بالتخصص ديالك؟ علاش حاولتي انك تقراي في هذا التخصص وتخدمي في هذا التخصص؟ علاش ما مشيتيش هكا زعما نفس التخصص ديال الجيني ميكانيك نحاول ندير شي حاجه في الجيني ميكانيك؟ سي راني نخمم فيها هذه مي راني نخمم في واحد ليدي اللي هي نبدا نقرا البروغراماسيون البرمجه ونحاول نكري سيت ولا نكري ابليكاسيون اللي تساعدنا في الجيني ميكانيك. الجيني ميك بغيتي تكري دابا ما فهمتش عاودي لي البرمجه انت غادي تقرايها ابار وديري برمجه الموقع تبغي تقري في الجيني ميكانيك بحال هكا؟ ماشي نقري في الجيني ميكانيك ندير ندير ابليكاسيون ولا ندير سيت ولا ندير لوجيسيال هكا يساعدنا في الخدمه. ولا بالنسبه ليا زعما اش من سنه انت اش من سنه وانت كتقراي؟ 3 مستوى الدراسي بالضبط فين وصلت؟ خويا شحال كتقراو في جيني ميكانيك؟ 5 ماني 3 5 5 دونك عندك كاين المؤهلات تمشي في هذا الادمين ديال لوجيسيال ولا ديري هذاك البروغراماسيون ديال دي سيت في هذا لو دومين؟ هذه ليدي تاعي بوغ لو مومون شغل حتى نقرا البروغراماسيون باش نجم نكري السيت ولا لوجيسيال. وشنو الحوايج شنو هما الحوايج اللي عندك انت كفاطمه الزهراء كتضبطيهم يقدروا يخليوك انك تبداي بانتي حاجه في هذا الدومين ديال الجيني ميكانيك؟ ما سمعتكش مليح مسيو. السؤال هو كاين مجموعه من الدروس عندك مجموعه من التمارين الى اخره شنو هي المواد اللي غادي يخليوك انك تبداي بشي حاجه مثلا انت قلتي لي غندير مثلا البرامج ولا ندير ديال لوجيسيال بروجيسيال ندير انت مثلا حاليا شنو هي الحاجه اللي قلت لك واش تقدري ديريها تقدري ديريها في هذا الجيني ميكانيك؟ اللوجيسيال زعما اللي نجم نديرها في الجيني ميكانيك شنو هي الحاجه لو برودوي اللي تقدري تنجي والخدمه اللي تقدري تنجي عندك ما وريت ولي عندك المعرفه اللي عندك انت دابا تخوازو ديال الصغار شويه الحاجه اللي تقدري تنتجها مثلا انا نقدر نقول لك كادخو انا كنقرا ممكن انني ندير ليتود دو مارشي بروجي ممكن انني ندير فورماسيون فهمتي مازال ما شديتش الدبلوم ديالي وممكن ندير دونك كي مازال ما شديتش الدبلوم ديالك شنو في ميكانيك؟ راني نخمم باش ندير لوجيسيال باسكو حنا نقراو سي ان دي كونترول دو سوداج راك تسمع فيا مسيو؟ اييه حنا نقراو كونترول دو سوداج شغل هذاك السوداج تاع لي بايب لاين تاع البترول والغاز هذاك نقراو الكونترول تاعه شغل كيفاش نكونترولي اذا فيه لي ديفو ولا لا. وكاين تنجم نطور لوجيسيال شغل يساعدنا في هذاك الكونترول يعني كيفاش نديرها لي كونترول اوتوماتيك عندك كيف القدره ديريها بور لو مومون ما راهش عندي القدره حتى نقرا البروغراماسيون عندي ليد شي هو السؤال اللي كنقول زعما قلت لك شنو هو الحوايج ليدي مزيان مخير دونك دابا ليدي غتخليها مكتوبه هكا تكتبيها وتبقي تفكري فيها
كل معنى كيفاش نقول لك غتشدي ورقه ياك غتكتبي فيها اللي ديري بغيتي انا تبيعي دي سيرفيس جيني ميكانيك ولا ديري لا كرياسيون ديال لي برودوي جيني ميكانيك من تحت مورا شنو غتكتبي غتكتبي شنو خصك يعني ماشي حوايج واحد اخرين مثلا غير البروغراماسيون فيها بزاف ديال لي لونغاج دونك خصك تعلمي شنو هما اللونغاج اللي غادي تعلمي زائد غادي تحاولي انك تشوفي واش خصك شي خبره بمعنى واش غدوزي شي ستاج ولا لا غتكتبيهم هادشي خليه هابار دابا ندخل معاك الفكره نرجع للفكره الاخرى دابا حيتاش انا شنو عندي واحد التناقض حيتاش الاغلبيه كيختاروا واحد الفكره بالنسبه للتخصص ديالهم باش كيكونوا مشروعين ياك ولكن ماشي مشكل الامكانيات اللي عندك المعرفيه ما كيسمحولكش انك تبداي في هذا المشروع اللي كتقولي دابا مخير ولكن ما كيعنيش اننا ما نفكروش في شي مشروع واحد اخر غادي نبقى حوايج ديال الدراري الصغار عندك خبره فاطمه الزهراء عندها حوايج ديال الدراري الصغار كتضبطي الحرفه ديالك كتضبطي هذاك الشيء كديري به اتقان ايه مزيان دونك تقدري تعاودي ترجعي لهاد لهاد الدومين زعما نعاود نولي له بالنسبه ليا انايا الاحسن تخصصي في شي حاجه اللي باغا تقطع عليك امور اخرى كنتكلموا على الدراري الصغار كنتكلموا على بزاف د الاحتياجات كيبغيو كيلبسوا السمره كيشريو بزاف د الحوايج الام غادي ما كتشري الدراري الصغار بزاف د الحوايج انت شنو غتعاودي دير غتبيعي مثلا الملابس ديال الدراري الصغار واكسسوارات ديال الدراري الصغار كيما هذا البروجي تاعي شغل داخل بيني زاكسسوار واحد الحوايج البروجي تاعي داخل المشروع ديالك داخل في هذه الفكره ديال البيع ديال الحوايج ديال الدراري الصغار ايه داخل في لي زاكسسوار تاعها ما كنسمعكش البروجي تاعي داخل الصوار تي غتبيع حوايج ديال الدراري الصغار وهاد لي برودوي اللي كتجي من بين لي زاكسسوار ديالك وزائد الثمن ديال الحوايج ديال الدراري الصغار اللي هو ثمن قليل زعما ماشي ما كيكلفش واحد التكلفه كبيره وغادي تبداي بالاونلي كما قال السي عثمان حيت شكون اللي كيشري الفئه دابا انت عندك فيها مستهدفه غير غتستهدفي شكون غتستهدفي الامهات والاباء ولكن شكون اللي غادي يستهدف ديالك هما الدراري الصغار بمعنى انت خصك تستهدفي الاذواق ديال الناس الكبار هما الدراري الصغار ما عندهم ذوق ما كيقدروش يعبروا على الاذواق ديالهم دونك المرحله اللي شنو غادي ننصحك انك ديري تخدمي اونلي خدمتك باينه خدمتك اونلي في الحوايج ديال الدراري الصغار وغتبداي انا كنكسسوار العائله المقربه وكنت كتنجح دابا حنا طلع كما نقولوا الاهداف غتولي تبيعي لهم الحوايج والحوايج غتولي منتشره ومع الموقع الالكتروني ديالك ولا الباج انستغرام غتولي تعرفي اكثر دونك كتحاولي انك تبني واحد الفكره في هذا الشيء وانت اختاري بين الامور اللي قلت لك ومن الامور اللي قال لك السي عثمان انا كيجيني لو كديري الحوايج ديال الدراري الصغار مع لي زاكسيسوار تبداي بالعائله كتخدمي على باج انستغرام وكتشوفي الناس اللي كيبيعوا نفس البرودوي ديالك في الباج اللي واحد اخرين في الانستغرام شوفي المنافسين تخلي شوفي لي باج انستغرام كي دايرين شوفي كيفاش كيروجوا لهذوك لي برودوي ديالو شوفي شنو هما لي برودوي اللي كيبيعوا حاولي تعلم هذوك الحوايج شحال كيديروا في السوق بالجمله الكاليف ديالك وشحال غتدخلي ديال الفلوس هكا غتكوني كتخدمي مع الدراري الصغار في واحد المشروع اللي هو غادي يجيب لك الفلوس مستقبلا باش تبداي في المشروع ديالك اللي هو في جيني ميكا هذه هي الفكره ديالي ولا عندك اي تساؤل مرحبا ميرسي بوكو مسيو لو فات كو هضرت شغل كيش راني باديه ولا كيش راني نبدا ولا هذه صافي بليزير اللي حكيت لكم شغل وما منصحتوني وميرسي بوكو شكرا ومرحبا وهو الاستاذ عثمان راه قال لك مجموعه من الامور مازال ما وخليك دائما على تواصل خليك على تواصل انا غادي ندخل دابا شي قلنا زعما واش الاخضر ان شاء الله في المسابقه مرحبا بك الاخت فاطمه شكرا السي حمزه
سي بن ابراهيم الى لوفي لا مان غير الى سمحتي، كانت الاخت ايمان بغات تدخل وكانت هي والاخت فاطمه كانوا هضروا او ميم طون. دونك بالنسبه لايمان الى بغيتي تدخلي ومن بعد سي بن ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بكم. معكم ايمان، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا. الفكره المشروع تاعي هي انتاج وبيع تاع مستحضرات العنايه بالشعر الطبيعيه. كنعتقد انت من المغرب، نواحي ديال اكادير؟ لا تقريبا شيشاوا. داكور. هذه هي الفكره. هذه هي الفكره تاعي. داكور، ديجا جربتيها؟ لا. انا خدامه، كنت خدامه هذه دابا عامين في هذا المجال هذا تاع صناعه المواد الجميل الطبيعيه، وقيت باللي كاين اقبال بزاف على المواد الطبيعيه اللي كتداوي الشعر. داكور. بالنسبه كنتي خدمتي مع جمعيات اللي كيديروا، اللي كيكونوا في المناطق اللي كيديروا كيصايبوا هاد سميتو هاد لي برودوي، ولا خدمتي مع شي شركه اللي كبيره اللي كتبيع بحال هاد المنتوجات؟ لا، تعاونيات. تعاونيات. ماشي في البلاصه فين كيخدموا، ولكن البلاصه فين كيبيعوا، المحل. المحل اللي كيبيعوا فيه. ما عندكش لي كونتاكت ديال البلايص فين كيخدموا؟ عندي. عندك؟ مزيان. يعني فكره، انا الفكره سهله جدا. الطريقه اللي غنقترح عليك شنو هي الو، اول حاجه هو ان هذوك الناس اللي يعني لي سورس، الناس اللي كيصنعوا يعني هالجمعيات هادو التعاونيات اللي كيصنعوا هاد المواد ديال الجبن، وهما غادي تمشي تهضري معاهم وتشوفي شحال الاثمنه اللي دايرين، وديري واحد لا ليست. سمح لي نديزاكتيفي جوست المايك ديالك. دونك الا بغيتي تدخل الاخت ايمان اكتيفي المايك، معاك شويه الصداع هذا الشيء علاش ديزاكتيفيتو باش تقدري تسمعيني وسمعوني الناس كاملين. الو، بالنسبه اللي تقدري ديري تكتب واحد اللائحه اللي فيها هاد الناس هادو، هاد لي فوندور ديال هاد الناس، هاد الناس اللي الجمعيات التعاونيات اللي كيصايبوا هاد لي برودوي، غادي تكتبي اللائحه ديالهم. هاد اللائحه هادي اللي كاينه ارقام الهواتف الى اخره، وتمشي تدوري لعندهم ولا تعيطي لهم في التليفون الا راهم كانوا بعد، وتشوفي كل واحد غادي يكون كيعطيك ثمن وعنده علاقه كل ثمن بلا كونتيتي، شحال اقل كونتيتي تقدري تاخذيها والثمن ديالها. وغادي يكون عندك هنا واحد الفيشي عامر فيه سميتو يعني البرودوي، شكون اللي غادي يبيعو والثمن ديالو، وعلاش لا حتى تزيدي كل ما زدتي المعلومات تكون احسن، بحال مثلا شحال الوقت اللي كيخصهم باش يوجدوا لك مثلا واحد الكميه معينه. هذا من جهه. من جهه واحده اخرى اللي تقدري ديري، وهذه هذه النقطه راه سهله، راه ماشي غاليه، والسي حمزه يقدر يكونفيرمي هذه المساله، هو انك تقدري ديري اون مارك ديالك. غادي تشوفي شي واحد غيوجد لك ان لوغو خاص بك بالسميه، وغادي يدير لك، وغادي ديري اون مارك ديالك بسميتك. راه ماشي ما كنعتقدش ان ضروري تكون عندك شركه. دوك تكون عندك هذيك لا مارك ديالك، وكتخرجي دوك التيكيتات راهم ما غاليينش. كيكون عندك، تشوفي منين كياخذوا دوك القراعي. هنا كنهضر معك ان المشروع تبيعي، باش ما تاخذيش مثلا غير السميه ديال شي واحد وتبيعي ليه، ولا كتقدري تشوفي منين كتاخذي دوك القريعات، منين كتديري لا مارك باش كدور عليهم داك التيكيته ديالك انت، كتولي مارك ديالك، وكتمشي لدوك الجمعيات وكيعمروا لك، كيعمروا على حسب لا كونتيتي. وهنا كتبداي تبيعي. طريقه البيع راه عندك لي ريزو سوسيو، انستغرام، فيسبوك، وموقع ان سيت ويب كتقدري ديال الاي كوميرس، وكتحطي فيهم لي برودوي. ضروري هنا تخدمي ضروري، يعني في كاع هادشي اللي هضرنا عليه لحد الان ما يمكنش الاستغناء على السيت ويب وعلى لي ريزو سوسيو. دونك غادي تقدري هنا غيكون عندك واحد البرودوي ديالك بلا مارك ديالك بلو برودوي، يعني سميتو يعني عندك كلشي، عندك كاع لي زيليمون، وغادي تبداي تخدمي، وغادي تبداي تبيعي باغ انترنيت. وبيان سور كنبيعوا للناس اللي قراب لينا، ولكن ديما نحاولوا اننا ما نبقوش محاصرين غير في دوك الناس اللي احنا كنعرفوهم قراب. لا، علاش نستغلوا الانترنيت باش نبيعوا للناس اللي كاينين بعد. وبالنسبه للناس بعد، راه كنعتقد باللي الا كنتي ديجا خدمتي مع الناس اللي عندهم المحلات، راه غتكونوا باللي يعني كلشي دابا وصل للمستوى ديال انه كيبيع، يعني كيبيع الناس اللي وخا في مدن بعيده كدوزوا مع امانه، وكاينين دي ليفرور اللي كتعطيهم برودوي كيليفروا حتى لعند الناس، وكاين البيمون زعما على ليفريزون ملي كتوصل. موقع نشرو عندي واد كنيس. دونك كما في الجزائر كاين عندكم تحط فيه الصور. داكور. دونك يعني الى هنا نيت في هذا النقاش هذا، اللي عنده شي موقع يقدر يفيد به الناس مرحبا، يقدروا يوضعوا لنا باش نستافدوا منه. ودوك بالنسبه لهنا غادي يكون عندك
عندك منين تاخذي السلعه عندك لا مارك ديالك وكتقومي بالتوزيع ديالها عن طريق لي ريزو سوسيو وان فوا يبان لك باللي وصلتي يعني غير شي غير الا كان عندك الموقع وكان عندك خدامه في الباج انستغرام مثلا انستغرام وفيسبوك تاكدي باللي غادي يكون عندك وديري مثلا دير واحد مجموعه واتساب ولا تيليجرام فين كيقدروا الناس اللي مهتمين بهذا النوع ديال لي برودوي يكونوا عندك وكتبقى كل مره اللي عندك شي جديد كترسليه ليهم وكتصيفطي لهم حتى لعندهم حتى للمدينه ديالهم. ونقطه مهمه عاوتاني جد مهمه هو الباج ديالك فيسبوك ولا انستغرام تقدري انك تهضري على الفوائد مثلا ديال هاد الزيوت وديال هاد المواد الطبيعيه وهاد النقاط هادو باش الناس كيبقاو ديما متبعينك وديما انت كتعطيهم واحد المعلومه مجانا هما كيستافدوا من عندك باش نهار ملي كتبغي تبيعوا لهم ان برودوي كيكونوا مستعدين يستقبلوا من عندك هذاك البرودوي. خلاصه هو المشروع مزيان وهذه هي الطريقه اللي كيبان ليا الطريقه اللي تقدري تخدمي بها. خاص تكون عندك غير درايه بالبيدجي ديالك بشحال غادي تخدمي والطريقه ديال التوزيع وكيفاش غادي ديري تنظمي هذا المشروع وكادي الطريقه اللي بانت لي. ما عرفتش واش واضح ولا ماشي واضح. شكرا. لا بديت المشروع وبقيت على المنتوج محليا مزيان وعندنا الرخصه تاع الزيت ولكن وكندير هذا سميتو كننشر هادو في الفيسبوك اها اوكي كنلوح في مدينه وحدين اخرين ما كنلقاش اقبال مثلا هي في الجروب تاع المدينه تاعي كنلقى اقبال كيجيو كنوصلوا ليهم ولكن فاش كنلوحوا مثلا فشي مدينه واحده اخرى ما كنلقاش اقبال بزاف كيقى يلا واحد ولا جوج كيقول لك لا خاصني نخلص حتى نشد انا البرودوي تاعي فيلي عاد نقدر نخلص ولا كتبقى شي واحد كيتفلاو وما هي المشكل ديال في مدينه واحده اخرى ما نقدرش نتعرف اكثر من المنطقه فاش كاين انا ما قدرتيش تفوتي المدينه. انا نعطيك كاين عندك جوج حلول بالنسبه لاول حاجه المدن اللي كاينين بعاد على المنطقه ديالكم دونك كيخص شويه الوقت كيخص بزاف ليفور باش تقدر توصل لهم هذاك البرودوي ولكن انا عرفت المشكل اللي كاين هو لو ريسك يعني غادي تخافي انك تشدي داك المنتوج وتصيفطي حتى لمدينه واحده اخرى ويقدر هذاك يخلصو يقدر يقول لك لا ما بغيتوش وهنا في كاين المشكل. هنا تقدري تمشي عند امانه اللي دونك امانه هي اللي تقدر تكلف بلا ليفريزون حتى هما راه كاينين الا مشيتي لعند امانه غادي يعطوك الديتاي ديال كيفاش تقدري شنو هي لا بروسيدور ديالهم باش كيقدروا يوزعوا يعني هاد لي برودوي هادو برا المدينه ديالك الثمن ولينفريد مثلا وصلوا حتى للسيد والسيد ما بغاش ياخذوا مثلا كيكون ان روتور المهم غادي يكون غيعطوك هما لو ديتاي. هذا من جهه. من جهه واحده اخرى فكري انك مثلا المناطق اللي انت باغي تتعاملي معاهم بويسكو نتوما داكشي نتوما اللي كتصنعوا الزيت يكون عندكم بحال دي بارتنير مثلا يكون عندك ولا دي كوميرسيو كما كيتسموا فريلانس مثلا واحد كاين بار اكزومبل في هذيك المنطقه مثلا انت بغيتي تبيع البرودوي ديالك في كازا شوفي شي واحد مثلا في كازا ديري انونس مثلا في افيتو ولا في ان سيت انترنت باش تشوفي شي واحد اللي كاين في ديك المنطقه وتفاهمي انت وياه باش تبداو ترسلوا اللي يكون هو بحال لانترميديير هو شنو غيدير كيجمع لي كوموند في ديك المدينه ياك كتقول لي مثلا انا نعطي غير مثلا داك البرودوي كيتباع مثلا بواحد 100 درهم كتبيعوه نتوما ب 100 درهم وعندكم فيه مثلا واحد لا مارج ديال 30 درهم مثلا هو غادي تعطوه مثلا غتقول لي غنبيعوه لك باغ اكزومبل هذاك البرودوي مثلا بواحد 80 درهم مثلا ولا 85 درهم وهو عنده نسبه ايفيكتيفمون يعني عملاء في مدن متفرقه هذاك اللي غيكون عامل يعني ما عرفتش كي واش عميل ولا كيتسمى المهم هذاك الغوفوندور اللي غادي يكون عندكم في ديك المنطقه لو مومون اللي غادي تفاهموا معاه فهو غيكون البوان انترميديير هو اللي تصيفطوا ليه البرودوي هو اللي غادي يفرق دونك هذه تاين بين الطرق اللي تقدروا تستعملوها. شكرا. مرحبا مس حمزه. السلام استاذ الفكرة مركز التعليم العاصمة دابا نجاوبك الاخت أمينة الاستاذ عثمان الأعضاء الترجي. الاخت إيمان دائما كتسولنا على المسألة ديال السي في زائد واش عندك شي ديبلوم ولا ما عندكش ديبلوم نعرف على هذه المسألة. درت دورات ولكن بشهادة غير معترف بها ماشي معترف بها غير في الانترنت صافي. أنت تبدل معايا السن ديالك بشحال؟ شحال السن ديالك؟ 19. قدي الميكرو قدي الميكرو مزيان باش ما تسمعش. شحال؟ 19. الصوت ما مسموعش عندي قدي الميكرو مزيان باش نسمعك. 19 العام. 19 العام فاش كتقرا؟ كنقرا.
السنة الثانية السنة الثانية في لافاك دير علوم السنة الثانية لافاك علوم اقتصاد مزيان شنو من المنتوجات اللي قلت لي بغيتي تقدمي قلتي كتقدمي شنو زيوت ولا شنو جات العناية شعر طبيعية حيدي حيدي لي زيكو حيدي لي زيكو عندك لي زيكو حيدي لي زيكو هذا الزيوت صافي غير الزيوت لكن الماسكات كاين الصباغه الطبيعيه ثلاثه تاع الطبيعيه مزيان ماسكات والصباغه الطبيعيه مزيان ثلاثه بهم انت كديريهم بمعنى كتشري المواد الاوليه وانت كتصنعها اييه حنا اللي كنديروا الانتاج مزيان دونك انا مثلا معتبر راسي انا كليان عندك شنو الحاجه اللي عيني بها نشري من عندك هذا لو برودوي اللي قلتي لي صراحه شنو هي الضمانات اللي تعطيني بانني الا شريت هذيك الصباغه ديال شعري شعري ما يتضررش شنو هي الضمانه اللي تعطيني الا شريت ديك الزيت درتها في شعري ما تحرق ليش الشعر اللي عيني الا درت هذاك الماسك ما يخرجليش الحبوب في وجهي الجوده حيت انا فاش نعطيك هذيك الزيت هذاك الشيء اللي السيليكسا نعم هي زيد ماشي مشكل هي كملي كملي ماشي مشكل باش مثلا انا هذيك الزيت اللي عطيتك هذاك الشيء اللي قلت لك فيها هو اللي كاين ما غاديش ندير شي زيت واحد اخرى بحالها مثلا باش مثلا انايا درت راسي انا وليت كليانه عند المنافسين الاخرين درتها وشريت واحد الزيت وقيتهم باللي غاشين فيه قال لي هذا الزيت اللي فيه وهذا الزيت اللي فيه وهذا الزيت اللي فيه ولكن انا كنت جربتها ما لقيتش هذاك الزيت اللي فيه يعني هذيك انا كنت درت هذيك الزيت هذيك النتيجه اللي كنت غادي نتسناها ما غاديش تعطيني ماشي هي هذيك النتيجه اللي كنت غادي نتسنى منها كتخسر ليا شعري حيت داك الزيت اللي فيها ماشي هما اللي بغيت حنا كنعتمدوا على الجوده هذاك الزيت اللي قلت لك هما اللي كي. مزيان دونك انتيا غتحاولي انك تقنعي الزبون على اساس انني المواد اللي قلت لي كومبوزون اللي قلت لك كاين هما اللي كاينين قلت لك استعملت مثلا اللوز مع شي برودوي واحد اخر غتمشي تلقى هذاك البرودوي فهذاك سميتو فهذيك الزيت ياك اي السؤال اللي غادي نطرح لك دابا هو واش هذا الدومين هذا كيطلب دي زوتوريزاسيون ما عرفتش كيفاش نقولوا دي زوتوريزاسيون زعما صلاحيه زعما من جهه الدوله ولا الوزاره باش كنقول لك انك غتعطي شي واحد لي برودوي كوزميتيك وهذاك الشيء اللي كيتنكل كتخصك رخصه واش عندك شي رخصه في دويتي قلبتي في هذا الدومين ما قلبتيش ها كاينه عندنا رخصه تاع الزيت كاين شكون نتوما كتقولي عندنا انا وماما ماما اللي عندها دخلت امك في الهضره الام ديالك هي نفس التخصص هي اللي عندها رخصه الزيت حيت هي اللي دارت لكم دونك هي دارت لكم مزيان هاد التكوينه نعم وشي الام ديالك تكوين الزيت الرخصه تاع الزيت حيتاش هي عندها الرخصه ديال الزيت مزيان المواد الاوليه اللي كتعتمدي عليهم في صناعه هذه المنتوجات هذه هو طالع منخفض متوسط واش متوفره في السوق بواحد الشركه كتلقايها ولا كيقول لك سيري تنكوموندي لك عليها لا كنلقاوها متوفره في السوق تماما متوسط ومرتفع على حسب
دونك المواد الاوليه متواجده. والاثمنه مناسبه. هذاك الشيء اللي دابا بما انك قلتي ديجا كتبيعو باش بمعنى الفارق بين هذاك الثمن اللي زعما التكلفه شحال تقام عليا داك البرودوي وشحال بعتو شحال كيكون الهامش ديال الربح مثلا عطيني مثلا الزيت الشعر مثلا شي زيت ديال الشعر شحال كاع كتربحي فيها مثلا مثلا قرعه صغيره مثلا 10 درهم تقريبا كتربحي فيها 10 درهم هادي صغير والصباغه ديال سميتو الشعر 15 20 على حساب باش من الصباغه مزيان والماسكات ماسكات حتى هما على حسب المهم 15 حتى هما 20 هاد لي 3 برودوي اللي عطيتي لي دابا شكون هو اللي بالنسبه ليكم كثرت التعامل ديالكم مع الناس اللي كتبيعوا لهم شكون البرودوي اللي كيتباع بزاف الزيوت ها وعلاش كيتباعوا بزاف من خلال نتوما زعما كتعرفوا الكليه ديالكم وكذا علاش كيشريو من عندكم الزيت ما كيشريش من الكسبه والماسكات حيت نقدر نعتبره بالنسبه هادشي بعدا واحد السؤال واش هادشي العيالات الرجال ولا غير العيالات صافي كيستهدف العيالات خاصه وحتى الرجاله اللي كيعانيو من تساقط تاع الشعر خصوصا الزيت نتوما شنو هي زعما الفئه اللي كتبيعوا بزاف العيالات زعما هي الاولى زعما عيالات الرجال قلال اي والزيت علاش دابا السؤال اللي غيطرح هنا تشرحي معايا وي 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 جاوبي السؤال الاول نجاوبك على السؤال الاول الزيت كتمشى بزاف حيت هي اللي ساهله في الاستعمال دابا بنادم ولا كما نقول فيه العكز بلا ما تشد الماسك وتصبر عليه واحد ثلاثة سوايع عاد جوج سوايع عاد تغسلو المهم غادي يبرزها شي شويه كتقول لي كنختار الزيت دغيا طريقه ديال الاستعمال صافي انتيا مقتنع بالمشروع هذا ممكن انك تشد الديبلوم ديالك تكملي فيه زعما ولا بغيتي تخدمي في شي دومين واحد اخر زعما واش الفكره مقتنعه بها 100% ولا غادي ديريها غير باش تضمني الاستقلاليه كشي ماديه وديري مشروع اخر باش نفهم واش كاين ضمان ديال الاستمرار المشروع ولا لا باش نشوف الطريق لا انا مقتنعه بهذا المشروع هذا بغيت نكبرو اكثر ويولي معروف المنتوجات تاعنا تولي معروفه ماشي غير في البلاصه فين كاينين اقليميا بلايص تحدين اخرين مزيان دابا واحد السؤال واحد اخر غادي نسولك هو السؤال الاخر هو دابا انت هي بحال نقولوا من خلال حلي امسي عليا الامور التقنيه الزيت كتعرفي ديريها لي كومبوزون ضابطه المواد الاوليه ضابطه غنتكلم على الكوتي الاخرى ديال المهارات ديالك كتعرفي تبيع للناس الا كان قدام ما كاينش الكومونيكاسيون عندك الكومونيكاسيون كتعرفي تنيغوسي مزيان قلتي لي انستغرام وفيسبوك كدا كنلقى مشكله في تعرفي تسوقي هذاك البرودوي ديالك المشكله تاعي هي هذه ما كنعرفش نسوق البرودوي تاعي في فاش كتلقى المشكله صح جاوبتيني على جميع الاسئله دابا جاوبتي على جميع الاسئله ديزاكتيفي الميكرو وسمعي لكم ولا غادي نقول الاخت ايمان أخت إيمان عندها المشروع مصنعة ثلاثة ديال البرودوي الأول اللي هو الكزيت ديال الشعر الصباغة ديال الشعر والماسكات ديال الوجه دونك ثلاثة ديال البرودوي من خلال الأسئلة اللي كنسولوهم شنو تلقاو بأن الربح كيرتفع في الصباغة ديال الشعر وفي الماسكات ولكن الحوايج اللي كيتباعو أكثر اللي هما الزيوت شنو غادي وعندها الرخصة الزيت برخصة كاينة ديال الزيت السبب المبرر اللي عطاتنا الأخت إيمان من خلال أنها كتحكك زعما عندها واحد الاحتكاك مع الناس اللي كتبيع لهم أنها سهلة في الاستعمال بارابور للصباغة والماسكات دونك الحل ديالك أنت باين كيفاش غتبقي الفكرة ديالك ديجا عندك الأم ديالك خدامة في هذا الدومين وأنت خدامة في هذا الدومين دونك كاين جوج ديال الخبراء في نفس الحاجة
ثاني ثالث حاجه ديجا كتبيعوا للناس كتبيعوا للناس دونك عندكم واحد شبكه علاقات كبيره في البلاصه دي. دابا الامر اللي غادي نقول لك هي غتحاولي تركزي على الاونلي غتفوكاليزي على غادي تركزي تكونسونطرايلي غير على الاونلي. علاش؟ خصك تعرفي دابا وصلنا لواحد الفتره من الزمان ولا ديجيتال ماركتينغ كيلعب دور كبير في بيت اي حاجه. شي حوايج ما كيتباعوش وما عندهم تدور في الحياه ديالنا ولا كيتباعوا اتخافيغ لو ديجيتال. ودابا باش كنتكلموا على لي برودوي كوزميتيك واحد الحاجه اللي ولات كتباع بزاف ديجيتال ماركتينغ. علاش؟ كنسيفو كثر العيانات والعيانات معروفين بهذيك الطبيعه ديال كيشريو بزاف وما كيغاطيوش شي حاجه غادي تخليهم زوونين خليهم ديما يبانو بواحد الهيئه زوونه دونك ما كيغاطيوش هاد الفرصه ياسين وكانت الطريقه باش غادي يشريوها سهله. دونك انت غادي تحاولي انك تركزي على الديجيتال غتحاولي انك دير خطه تسويقيه رقميه. شنو هما الامور اللي غادي يكونوا في هذه الخطه التسويقيه؟ خصك تعرفي بان الا قلتي الزيت كتباع اكثر وغالي عندنا سهله راه هادشي صح. دونك خصك تركزي انك تبيع ياكي بواحد الكميه اللي هي كبيره تقدري انك مع هذيك الزيت ديري كوم كادو ماسك ولا صباغه ولان الناس كيلقاو صعوبه في استعمال هذيك الصباغه وهذيك الماسكات انك تعتمدي في صناعه المحتوى ديالك الى جانب البوستات والشروحات الى صناعه كيفاش تصبغ شعرك بسهوله كيفاش دير الماسك بسهوله بيعي لهم السهوله. الى هما كيلقاو صعوبه في بيع هذوك المنتوجات في استعمال هذيك المنتوجات انت دير لهم السهوله في استعمال المنتوجات ديالك. الحاجه الاخرى باش كنقول لك خطه تسويقيه رقميه كنقول لك خص يكون عندك هويه بصريه معروف اوتوماتيكمون غنقول سميه المشروع ديالكم مثلا مثلا شي سميه عطيونا شي سميه يو امين خصنا شي سميه مثلا غنقولوا شنو شنو عطيني السميه بيو امين بيو امين يعني مثلا هادو في السميه بيو امين غتمشي خصك ديري واحد اللوغو يكون زوين وخصك يكون عندك الالوان اللي عندهم علاقه بهادشي ديال برودوي كوزميتيك لعبي غير على الخضر ديري واحد اللوغو زوين بما انك كديري الزيوت ولا شي حاجه ممكن ديري غير شي حاجه هكا مصوره اعتمدي على كاين تطبيقات مجانيه كاين واحد التطبيق ديال كانفا اللي هو كيخليك انك دير لي بوست ودير لوغويات فابور وواحد الانسجام. دونك خصك تعتمدي على لون واحد اللي يكون اللي يكون في لي بوست بزاف نشوفوه بزاف. بمعنى انا باش ندخل الباج انستغرام ديالك مثلا نشوف غير واحد الخضر خافت يبان لي في الكتابه بيو امينه يبان لي في لي بخي يبان لي مثلا في هذيك في هذوك القراعي حتى المبالاج اللي تبقي تبيعي به ما تبقيش تعتمدوا على اي مبالاج عادي راه غير مبالاج عادي ممكن تزيد فيه غير واحد التعتمان واحد التيكي بسيط في هذيك الخضوريه رائع لهم السميه ديالك اللي هو بيو امينه ياكي وغتبيعي لهم هذوك الالوان ديالك وعاد غتبيعي لهم الضروب صافي. علاش باش كنقولوا خطه تسويقيه رقميه كتدخل فيها الهويه البصريه ديالك اللي داخل فيها السميه وداخلين فيها فيها واحد الشعار. ثانيا خصك تعتمدي على البوستات المصوره اكثر في المجال ديال الكوزميتيك ما كنعملوش بكتابه كنعملو بشنو كنشوف خصني نشوف انا النتيجه ديال هذا البرودوي. علاش مثلا انت مثلا ولا عندك شي اختار انكم تعتمدوا تصوروا راسكم نتوما يعني تجربوهم على راسكم هكا وعطيو النتيجه ديال هذاك البرودوي حيت لي برودوي كوزميتيك ضروري في التسويق عمليه التسويق ديالهم كنعتمدوا على هذيك قبل وبعد باش انا كتقنعني ها انتوما كتشوفوش مثلا غير شي تتسلم كيبغي يبيع حالك طق كيبان لك صفر طق ولا تبيضه مثلا ماسك انا شوفوا اللون ديالي البشره ديالي فيها الحبوب كندير الماسك طق مشى باش انا نتقنع ما يمكنش تتبيع لي هادو اللي هاد النوع الطبيعه ديال الشاج الى اقناع كبير زائد انت عندك رخصه تسمى البوست ديالك ما غتقولهمش انا كنبيع وما عنديش الرخصه ضروري في البوست ديالك تقولي بان كاينه الضمانه وعندنا رخصه من الجهات زعما المسؤوله اللي كتخولي انا ديالي ما كنبيع لكمش اي برودوي. زائد علاش ما كديروش واحد الحاجه ممكن انك تدخلي في اطار ديال شراكات مع كيتسمى هذوك ديال الحلاقه صالونات الحلاقه ديال العيالات راه في خبرك المراه راه هكا كتشعرها ومن بعد راه حاطه عينيها المراه راه كتقطفها وراه كتشوف هذوك البلاكارات علاش الاغلبيه ديالهم كتلقاهم حاطين لي برودوي هكا دايرين بهم
راه ماشي اعتبار هي خدامه ولكن واخا شدي معها الدار شوف ثلاثه ديال الصالونات غديري معاهم هذا الشيء غتاخذي خبره ياك وهما يدبروا على الناس دونك انا عطيتك مجموعه من الافكار ومنها غادي نجربوا علاش تبدي شي حاجه حتى هذوك اللي صالون تجي عينه فابور عينه فابور الاخر ممكن انك تقول لهم ما تخلصونيش حتى تبيعوا خلصوني ولكن ما تعطيوش كميه كبيره عطيهم واحد الكميه اللي هي قليله وحاولي انك تمشي عند الصالونات اللي ماشي معروفين بزاف وماشي اللي معروفين بالموين المتوسط خصوصا انت عاد باديه غادي يكون عندك لومبالاج ولا شي ما لاباج ديالك كتكون شويه ضعيفه دونك حاولي تعبي في هذا الكوبي عاد باش غيكمل لك راس المال غادي تدخلي في واحد الهضره كاين اي تساؤل في هذا المجال شي فكره ما وضحت لك شي حاجه بغيتي نقولها لك واحد اخرى قوليها لي وفيما فيما يخص الخطه التسويقيه زعما ممكن نديروا لها شي ورشه ياك ولا ممكن انكم انا نعطيكم وحدكم فيهم شي نهار غادي نحط غادي ندير لكم حصه كيفاش تقرا اي تخصص عن بعد خاص بالباج ديالك عن بعد تقرا عن بعد بغيتي تصنع لي بوست واللوغو ديالك براسك ما تشريش كاين عن بعد بغيتي اي مجال بغيتي تقرا فيه يعاونك في انك تطبق الفكره انا غادي نعطيكم منصه تقراو دونك هذه وعد مني غادي ندير لكم فرشه غنحل جميع المواقع في الفيونيت عندي في البيسي وغنوريكم كيفاش تدخلوا كيفاش تقراو كيفاش تستافدوا لان ما كيهمناش الشهاده ديال هذوك الدبلومات ديال هذوك المواقع اللي كيهمنا هو هذيك المعرفه اللي كيعطيونا واللي كيعطيونا باش حنا نطبقوهم على المشروع ديالنا والاخت ايمان مفهوم الارقام وما هذوك ولا خصك كي جات تسال يلا صافي شكرا شكرا سيد عثمان الاخت وفاء كان شي الاخت وفاء كانت قبل السي بن ابراهيم قالت لي واش ممكن ندوز وقلت لها بالطبع اخت وفاء واش كاين الاخت وفاء معنا ولا لا باش نعطيو الكلمه ل... نعطيو كلمه للونك بن ابراهيم لان الاخت وفاء ما كاينش معنا مرحبا سي بن ابراهيم وغادي نعتذروا منكم غيكون اخر تدخل ونقدروا نعاودوا هذه الحصه مره واحده اخرى انا بلي الحمد لله يعني كان التدخل كيتفاعل بزاف بزاف الناس عندهم الافكار اللي بغاو نناقشوهم اونصومبل لان ديجا دابا 11 الليل باش نقدروا يعني الناس يمشيو يرتاحوا دونك خلوا التدخل ديال سي بن ابراهيم يكون اخر تدخل ان شاء الله السلام عليكم السلام مرحبا سي بن ابراهيم كي داير الجيري الحمد لله انتما كيراكم دايرين الحمد لله مرحبا بس سي بن ابراهيم الحمد لله انا المشروع تاعي كما كنت بارطاجيته معكم اني ندخل في مجال بيع القهوه ومشي بيع كما نقولوا انتاج والبيع كما نجيب ماده اوليه القهوه نطحنها كاين اصناف تاع على لي كاليتي كاين رطبه كاين خشنه على حساب بلاباراي هي وتبيع تقوم التوزيع على مستوى المقاهي ومن بعد تقدر تطور المشروع تاعك انك من بعد كي تشوف تقدر انت دروك كيما باغي نتمشى في هذا المشروع في التوزيع كي نبقى نقدر ندير توزيع ويكونوا عندي عملاء عندي زبائن يشريوا عليا من بعد نقدر نحل متجر ونبيع فيه القهوه للناس كامل هنا سي بن ابراهيم بالنسبه للبروجي سي جو مي ترومب با المره اللي فاتت كنتي قلتي لنا بان كاين واحد الاشكال عنده علاقه بالثمن ديال القهوه ياك التكلفه ايه كان عندي زوج مشاكل كان عندي مشكل تاع التكلفه ومشكل تاع الخبره وكيفاش ندخل هذا المجال هذاك المشكل تاع كيفاش ندخل هذا المجال حليته كما قلت لكم
كنا انا دروك عندي واحد كيما نقولوا تخدم نقولوا اخ راه داخل في هاد توصلنا انه يدخل لواحد القهوه اللي هاد القهوه كاينه غير هي اللي هي تصلح القهوه الروحه خاطرش القهاوي كاع يجيبوا لهم القهوه مطحونه كاين غير هاد القهوه اللي تما اللي هي تصلح القهوه الروحه وعندها وعندها دي ماشين دي ماشينه سبيسيفيك باش تصلح القهوه هي سينا مو قدرنا ننجحو ودخل درك هو راه خدام معاهم وراه قبط الحرفه مليح كيفاش يقد يخدم هادي دونك لو كان كيما نقولوا كنت مشى في هذا المشروع نكون انا الجانب النظري وكيما انا قدرت نخليه يدخل لهذا وراه يكتسب خبره هذا المقهى هذا العمل هو يكون جن التطبيقي داكو دابا باقي المشكل غير تاع باقي المشكل اللي نحلوه تاع لي ماشين ديال لي ماشين انت عندك تكلفه ديال هاد لي ماشين لا حد الان مازال ما حليتش هاد المشكل بصح راني نحاول فيه داكو لان هاد لي ماشين هادو مثلا غيكون عندكم لي ريفيرونس ديالهم غتدخل مثلا الموقع ديال علي بابا بار اكزومبل غتكون تقدر تكون تعرف هاد الموقع علي بابا إيه نعم بس بغيت نسقسي بغيت نقول كون احسن نضرب الاولى ما نشريهم جدد باش ما يقاموش عليا بتكلفه كبيره ديجا هما التكلفه تاعهم كبيره نسي نشريهم مستعملين من بعد هي هادشي كامل عنده اي باي وي هي دابا هنا هادشي كامل يعني الديبون لو يعني والحاجه للثمن خصك تاخذ الثمن يعني ديال هاد لي ماشين هادو الثمن ديالهم هما جداد هذا باش تعرف الثمن ديالهم هما قدام وعاد وتكومباريه يعني ديري مقارنه مع البيدجي اللي كاين عندك واش انت عندك الامكانيه ديال تشري هاد لي ماشين لان مثلا نقدروا ناخذوا لو سيناريو ديال خديتي هاد لي ماشين بار اكزومبل قدام وكان خصهم المانتونس تعرف لي ماشين اون فوا كيكونوا قدام كتزاد عليهم لي فري ديال المانتونس ويلا تزاد المانتونس دونك كتقدر انت كتهبط لا برودكتيفيتي ديالك كتولي كتخسر على الماشين اكثر وكيولي هاد يعني هاد البروجي هذا كيولي فيه المشاكل دونك قبل دابا حنا باسكو غير حنا دابا في لا فاز ديتود تعرف الثمن ديال البرودوي هو جديد وانت واش حاط كوتي مثلا واحد بيدجي كتقول بلي انا هذا هو البيدجي اللي نقدر نوصل ليه لان هذه نقطه مهمه ما عرفتش انت واش غادي تاخذ غتبغي تاخذ ان كريدي من لا بنك واش غادي تبغي واش عندك ديجا مثلا ان بيدجي حاطو كوتي ما عرفتش شنو كاين ايه عندي ان بيدجي حاطو كوتي ما يوصلنيش لماشيني داكور اسيت ندبر كيفاش نكري هاد لي ماشين الضربه الاولى نكريهم ماشي باش نبقى نخدم نكري باش نكسب العملاء نكسب الزبائن هادي ماشي لو غول ديالهم كيطحنوا القهوه ايه كيطحنوا القهوه كاين اللي صغار وكاين اللي كبار داكو وكاين اللي كيكريهم كاين هاد لوبسيون هادي هادي اللي ما جبرتهاش هادي اللي دوك جات عندي هاد الفكره تاع باش نسيي نكريهم باش لو كان كيما منها نقبض نعرف اللي غادي نوجه لهم المنتوج زبناء العمال ومن تما انا وبالنسبه للقهوه اللي غتكون يعني الماتيغ بروميير واش غادي تامبورتيها ايه بصح غير هنايا في الجزائر يعني غتاخذها غير مع واحد هو كي امبورتيها في الجزائري ياك ايوا هو اللي كيوزعها هي انا كنعتقد باللي وكيوزعها كنعتقد نسبه كبيره غادي تلقى شي وحدين كتمشي دير لهم القهوه وكطحنها يعني بنسبه كبيره غادي تلقى هاد لوبسيون هادي انك انت دابا بما انك غادي تاخذ البرودوي تاخذ القهوه يعني ماتيغ بروميير غادي تاخذها من عند واحد في الجزائري غادي تمشي عند واحد في يقدر هو كيطحن انت غتبغي دير لا مارك ديالك ياك غدير لا مارك غدير امبالاج ديالك يمكن وقيلا هذا هو الهدف ديالك انت اللي بغيتي دير الهدف ديالي انني باغي نطحنها خاطرش تديها لواحد يطحنها ما حتى تديها لواحد خاطرش كاين بزاف مرحبا اسمح لي قول لي خاطرش كاين بزاف عملاء اللي هما تاهما يطحنوا كاين منافسين انا بغيت انا نطحنها باش نقد نخلق هذيك الميزه التنافسيه في مجال نخفض القيمه تاعها
متفق معك. هنا غير كاين عندك انت واحد لا كونترانت اللي هي اللي عندها علاقه بسميتو بالآلة يعني بلا ماشين. انت راه بحال دابا لو سيرفيس ديالك هو كيدور يعني لو بوين سونترال ديالك هو هذيك لا ماشين اللي كطحن القهوه. ايه هذا هو فوالا. بما ان ما كاينش يعني فوالا مثلا شريك مثلا اللي شي شريك بار اكزومبل اللي يقدر يدخل معاك، ولكن هنا راه بحال يعني يا اما فلافاز ملي كيكونش عندنا بيجي مثلا ما عندناش بيجي الكافي باش نقدروا مثلا نوفروا مثلا الاليات ولا شنو مثلا الالات اللي غنخدموا بهم، شنو هما الحلول اللي كاين عندنا؟ الحلول اللي كاين عندك يا اما كتشوف شريك يدخل معاك في المشروع، هذه نقطه، هذا حل من الحلول. شريك يقدر يكون بنك، يقدر يكون واحد بارتيكولي شي حاجه ديك الساعه، كل واحد وعلى حسب القناعات اللي عنده. كيقدر يكون مثلا كتقدر مثلا انت كتنازل من واحد النسبه ديال النسبه ديال الارباح ديالك، بحال مثلا الا كنتي انت غتجيب لا ماشين وغطحن حتى القهوه ديالك وغتشيط لك مثلا، انا غادي نعطي غير دي زيكزامبل، مثلا تشيط لك واحد 1 دولار ديال مثلا ديال 2 دولار مثلا ديال الرباح، الا مشيتي انت طحنتي هذيك القهوه عند شي واحد اخر كتولي انت بار اكزومبل هذيك القهوه عوض ما كتربح مثلا 2 دولار غتربح غير دولار واحد. غتقول لي دونك فين غادي نخلق انا الميزه التنافسيه؟ الميزه التنافسيه ديالك فين غتكون؟ غادي تكون اول حاجه يعني ما بما انك مازال ما قدرتيش تاخذ لي ماشين، خاصك تجمع الفلوس باش يكون عندك ان فون باش تقدر تشري بهم لي ماشين. اشنو تقدر دير؟ خاصك تربح بعدا، تربح لو كليون، تربح تدخل فلوس باش تقدر يكون تحطكم اوبجيكتيف ديالك فاز 2 ديال لو بروجي هو انك تشري لي ماشين كومسا باش تزيد من يعني من لا مارج ديالك انت، سواء انت تبدا تطحن القهوه ديالك انت وتبيعها ولا تطحن قهوه الناس وحدين اخرين وكتربح موراهم. دوك باش تقدر توصل لهاد النقطه هذه بما انك مازال ما قدرتيش تشري القهوه ومازال كطحن القهوه عند ناس وحدين اخرين، فالميزه التنافسيه ديالك غادي تكون يا اما القهوه اللي غتكون غتشريها يعني لا ماتيغ بروميير، خاصك تقلب على الكاليتي اللي مزيانه باش انت ملي تطحن قهوه تقدر دير لا ديفيرونس بهذيك لا كاليتي ديالك. بالنسبه للومبالاج والسميه، هذوك لومبالاج دير ان لومبالاج كي اتيرون. كاين عندنا في المغرب واحد المثل كيقول زوق تبيع، بمعنى كيكون يعني خاصك تعطي بلوس كوتي استيتيك، الفو جوي سور ليستيتيك باش 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 تقدر تبيع البرودوي ديالك، وغادي دير بلوس ديفور في الماركتينغ، سواء في تحاول انك كتنوع عاوتاني من لو مارشي ديالك، ما يكونش عندك غير القهاوي، ما تقدر يكون عندك حتى لي بارتيكولي لي سونسيال، لان لي بارتيكولي بحال كتعاون كدير بهم غير حتى هما سميه باش كيكون عندك دي بارتيكولي اللي كيبيعوا، تمشي محلات وحدين اخرين كتحط عندهم السلعه ديالك يعني باش تحط يقدروا يشريو عندك محلات، تولي تبيع انت بالجمله القهوه بالجمله، كتبيع برودوي ديالك انت بحال نيسكافي بار اكزومبل، انت غتسميها اكس وكتبيع هذيك القهوه للمحلات. الى عندك الكاليتي هنا كتبدا تكري في لا مارك ديالك، بيان سور لا مارج ديالك غادي تكون شويه اقل باش تعوض انت هذيك لا مارج اللي انت هبطتيها بما انك انت ما عندكش الامكانيه تشري لا ماشين ديالك وتطحن القهوه انت، وباش تولي عندك الامكانيه دير هذه المساله هذه، فخاصك تنوع من المارشي ديالك، تزيد تكبر الرقعه ديال المارشي ديالك، ما يبقاوش غير المقاهي، وغادي يولوا لي بارتيكولي، يولوا عندك المحلات، تمشي تعطيهم القهوه تما، وتمشي تما فين 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 تبيع عندهم. دونك هذه يعني زعما اون بيست، ملي غادي توصل تكثر من لو مارشي غيبداو عندك مدخول اكبر باش توصل لفاز 2 اللي هي تاخذ تشري الماشي، لان دابا عندك ليليمون كلي بان ليا هو انا هو الشراء ديال لي ماشي، شريت لي ماشين الحل الوحيد ديالو هو الفلوس، سي لارجون، باش يكون عندك الفلوس باش تشري خصك تقلب على الطرق، طرق التمويل يا يعني اما عن طريق التمويل المباشر ولا عن طريق الربح بلا فاز اون ديال لو بروجي ديالك. ايه داكور. بغيت نسقسيك على واحد، بغيت عاودك دروك بواحد المداخلات اللي سبقوك اللي جاتني واحد الفكره التحاور تاعك مع واحد من اللي فاتوا، جاتني واحد الفكره هي اللي دوك انا نقرا اركيتكتير مهندس معماري، بغيت حل كي شغل جاتني هذيك الفكره تاع تصمم منتوج، تصمم شعار ولا منتوج وانك تبيعه، وخاطرش كنت باغي ندير فورماسيون تاع كيفاش عالم تاع التصميم كيما هادوك تاع لي بروغرام تاع بي اس اند ابي، المهم هادو كنت باغي ندير دوره تاع كيفاش تصمم غلاف تاع كتاب، كيفاش تصمم شعار خاص بك كيما هذيك اللي قلت لها تاع لي تي شيرت، حتى هذه جاتني هاد الفكره دروك مانيش عارف واش
بغيت ندير فكره في المجال تاعي تاع لاشيتكتير، ولاشيتكتير ما معروفه بالتصميم اللي بزاف، تصميم يا اما الداخلي يا اما خارجي، وبغيت نطور التصميم يشمل ماشي غير المنازل وكاع، يشمل حتى شعارات هكا، وبغيت نسخسك على هاد الفكره هذه واش تقدر نطورها، بغيت نستفاد منك. هي واحد المساله، حاول انك يعني الافكار ديالك يكون بحال وحده كتكمل الاخرى. دابا الا كان هذا المشروع مثلا هذا ديال القهوه، ديال البيع ديال القهوه الى بيع ديال القهوه، الفكره ديال انك تدوز وتقرا، لانك باش تقرا باش تخدم مثلا بالفوتوشوب وتخدم بلي سوليسيون الاليستراتور ودي سوليسيون بحال هكا ديال ديزاين وديال ديال لي لوغو، هذا دومين واحد اخر اللي بيتيت كاين عنده، كاين هو اول حاجه هو مارشي كبير بزاف، فيه بزاف الناس اللي كيخدموا بهذه الطريقه، ولاو بزاف لي سوليسيون اونلاين اللي كيقدروا يعاونوك تصمم، يعني يعني تصمم بار اكزومبل غير يعني غير اونلاين داكشي ميم غراتويتمون، كيبان لي بانه غادي يشد لك الوقت اكثر، يعني عوض مثلا ما دير شي حاجه اللي هي شويه بعيده، بالعكس الفكره اللي انت غادي عليها مزيانه خص شويه تصبر. بالنسبه للاقتراح اللي كان انك واش تجرب مثلا بالنسبه لتستعمل مثلا يعني الات اللي كاين بار اكزومبل منزليه اللي يعاونوك مثلا في الطحين ديال القهوه، جو بونس با ان غادي تكون لا كونتيتي والالات يعني لي ماشين اللي كيكونوا في الديور كيكون يعني القدره ديالهم كيكون شويه ميكانيكمون يكونوا قلال ما يقدروش يخرجوا ان كونتيتي اللي مزيانه. دونك بالنسبه بالي باش نمشي لهذا الشيء ديال الانفوغرافي عاوتاني، وغادي تبعد بزاف وهذا الشيء مثلا هذا الشيء بار اكزومبل الورشه السابقه، بالنسبه للورشه السابقه كاين لونجيسترومون. الوغ بالنسبه باش ترجع تمشي للدومين غادي تبعد، غتبعد بزاف، خليك مكونسونطري في هذا المشروع ديالك، و الا بغيتي ديفلوبي فكره تكون فكره قريبه لهذا البوان اللي انت غادي عليه، بحال ما كما قلت لك نفسها قهوه، غير عوض مثلا ما دير قهوه تبني بها المقاهي، بما ان مازال بيجي البيرمي با علاش ما ديرش تاخذ القهوه نيت من عند صحاب الجمله وتمشي تحل قهوه ودير ان مارك ديالك وتبقى غادي. اما باش دير مثلا خصك غير لوغو، تقدر رابيدمون تدخل ان سيت مثلا فايفر مثلا وتقدر تصيب لوغو ب 10 دولار، دونك يبان لي بانك باش تقلب باش دير بزاف ديال الفور في لا فورماسيون غيضيع لك الوقت بزاف. هذه وجهه نظر ديالي، لانه ماشي الدومين ديالك، ماشي انت باغي هذا الدومين، يعني انت عندك موهبه فيه غادي نقول لك بانك تمشي غتبدا فيه، ما كاينلاش وجهه نظر ديالي. نعم كل شيء واضح، مرحبا. دونك نعطي البارول سي حمزه. وي كان فامو قاسيتو ملي انا بس حمزه. المهم الاخ ابراهيم قلتي طاح القهوه وبيعها، قلتي المستهدف، قلتي ماشي غير الناس العاديين، الصوت راه يتقطع. الصوت واضح، الصوت واضح دابا دروك راه واضح. ايه دروك نسمعك. قبيله قلت لك، قلتي لي بان الفكره ديالي هي طحن القهوه ونديرها في واحد لومبالاج وغادي نبيعها اللي كيبيع الناس اللي كيصنعوا القهوه، القهاوي والناس العاديين، ياك بحال هكا؟ نعم. مزيان فين بغيتي تبيع زعما الحدود ديال واش بغيتي تبيع غير في المدينه اللي كتواجد فيها، ولا بغيتي توسع النشاط في البدايه ديالك؟ فين غادي تبيع؟ في البداية تاعي غادي نبيع في المنطقة تاعي. مزيان. في المنطقة ديالك واش كاين شحال كاين مقهى؟ شحال كاين مقهى من المقهى تقريبا؟ كاين بزاف لك، قريب 10 تاع المقاهي ولا في حدود 10 20 هكا. مزيان. الكليون هذوك المقاهي عندهم بزاف ديال الكليون ولا القضية متوسطة؟ عندهم الرواج ولا ما كاينش الرواج؟ كاين دي شالي كليو كي هما اللي قابضين هاد السوق، بصح كاين واحد نوتخ كوتي اللي هو كيكون السومه قليله الناس تدي عليك. ما لا لا اسمع بن ابراهيم كان يعني لك المقاهي اللي كيجيو لنا الناس يتقهوا فيها، الكليون واش عندهم بزاف ديال الكليون ولا ما عندهمش؟ ايه لا كاين بزاف الناس كيمشيو يتقهواو القهوه، حنا عندنا تمشى بزاف هاد المقاهي هادو مخير. دونك هاد المقاهي هادو مين كيجيبوا هذيك القهوه ديالهم؟ واش كاين شنو هي زعما نوع القهوه اللي كتعتمد بزاف عندكم في هذيك المنطقه؟ حيتاش كل بلاصه كيكون فيها واحد النوع ديال القهوه، كتقدر تكون قهوه ما مطحوناش كاع، حنا جايه من باكليه مطحونه جايه من برا،
غير كيبيعها واحد كيبيعها له. في بعض الاحيان كيمشيو كيخدموا مع الشركات الكبار مثلا دي بوا ولا ما عرف سميتهم شركات اللي هما ديجا عندهم هي شركه عالميه وعندها مجموعه من الفروع وكيكون عندهم طوموبيله وكيجيبوا لك السلعه ديال المدينه اللي كتبغي. واش كاينه زعما هذه المساله ولا ما كايناش؟ لا كاين مساله اللي هي كاين اللي يخدموا فكما نقولوا هو العامل هو اللي يبيع كما نقولوا كاين دي كراج هكا ويخدموا هما يطحنوا القهوه ويعطيوها لا يوزعوها للمقاهي كاين دي كراج سبيسيال هذيك القهوه هذيك القهوه حبه قبل ما تطحن مين كيجيبوها كيجيبوها على حسب لا دوموند تقريبا كيمشيو هي كتجي نورمالمون مهرم بزاف شو خصك تكون تبني علاقات مع هادو اللي يجيب لك لو فري كاليتي مزيان زعما كتشري الخناجي كتشري بالخناجي ايوا بصح ماشي من القهوه اللي يطحنها اللي كيطحنها انا دابا كتكلم على الناس اللي كيطحنوا قلتي الناس اللي كيطحنوا كيجيبوا زعما كيجيبوا هذيك القهوي القهوه حبه كيجيبوها من الوهران اغلبيه الوقت ايه ماشي على حسب اللي تعمل انت معاه خص زعما انا كنتكلم معاك زعما مين كيجيبوا السلعه شنو هما المصادر مين كيجيبوا هذيك القهوه قلت لي وهران زيد كاين اللي كيجيبها من برا المنطقه ولا ما كاينش لا لا ما كاينش ما كاينش اللي كامبورتيها من برا موح لا دونك من وهران منتوج محلي من وهران وكاين شي بلايص واحد اخرين ايه كاين شي بلايص واحد اخر شكون هي اقرب بلاصه كتبيع هاد الماده الاوليه اللي كتعتمد عليها نتايا تقريبا من البلاصه فين كتسكن المدينه فين غادي تبني ديال المشروع ديالك نقدر نقولوا تلمسان ماشي بعيده بعيده بالك واحد 45 كيلومتر هكا مزيان فين مشيتي لها وشفتي البلاصه فين كيبيعوا هادشي الماده الاوليه حب القهوه حب اييه لا ما مشيت غير عند هادو اللي كيطحنوا كي كما نقول المنافسين تاعي مزيان دونك تخصك ضروري تمشي لهاد البلاصه هادي ولا تسول شي واحد كيدير لك البلاصه باش تعرف تاخذ معلومات تشوف الثمن تشوف هذيك القهوه اصلا اللي كتجي من اش من بلاد شنو الانواع ديال القهاوي اللي كاينين بالجمله دونك هادي واحد المعلومه ضروري خاصها تكون عندك صافي باش تقدر انك هاد المعلومه هذيك ستريكس وي وي هاد المعلومه نساه نجيبها لخاطر هذا اللي راني باغي ندير انا وياه المشروع هو اللي راه يجيب دروك القهوه هذا اللي راه خدام عنده هو اللي راه يجيب عندها القهوه كيما نقولوا هو اللي راه قابض كلش مزيان هانت غادي تجيب هاد المعلومه هذه مخايه الحاجه الثانيه غادي تحاول انك تختار بين جوج حوايج اما غادي دير الدراسه ديال المشروع ديالك من الاول حتى الاخر سوفون بيزنس بلان وغادي تدفعوا للبنكه وتاخذ كريدي وغتشري لي ماشين ديالك وغتشري لا خدمه ياك ولا غتمشي في الاطار الاخر اللي هو غادي تحاول انك تعتمد على الناس اللي يطحنوا لك القهوه وتحاول انت دير عمليه البيع اللي ماشي الناس بحال غتبدل الفئه المستهدفه ديالك ما غاديش تخدم بي تو بي مي غتخدم بي تو سي بمعنى انت غادي تولي تبيع للمواطن العادي القهوه واحد الحاجه خصك تعرفها بان باش كنتعاملوا مع قهوه مقهى كتبيع هي القهوه الناس كيجيو يتقهوا فيها كيكون عندها شروط والخلاص يقدر يخلصك معطال فيها نقاش فهمتي وقت تطلب لك كميه كبيره انت ما تقدرش تسوق فيها ديك الشروط مولف كيجي من عندك القهوه واحد ما غايجي نقاش عندك غادي يبدلك بمعنى كاين مجموعه من التحديات انك تخدم بي تو بي الناس غالبا كيكون كيخدموا بي تو سي وعاد كيطلبوا بي تو بي ما كيبداوش بي تو بي ما كاينش شي واحد معلوش ما والو مليون وكيبدا بي تو بي امبوسيبل ضروري خصك تبدا بي تو سي تستهدف واحد الزبون اللي هو عادي دونك الامر على ما غتعتمد خصك واحد المبلغ مالي بسيط تقلب على انك تفتح محل صغير واحد البلاصه يكون استراتيجي انا ما عرفتش الدار ديالكم واش فيها شي دار شي بلاصه استراتيجيه ممكن انك تستافد منها غتبقى غير الثمن ديال هذيك الرخصه غتحاول انك دابا تفكر كيف شنو غادي ندير غتحاول انك تجيب القهوه من المصدر ديالها تلمسها اقرب منطقه ليك وغتحاول انك تحنها على دوك الناس اللي كيطحنوا بواحد الثمن اللي هو قليل زائد غتحاول انك تفكر في لومبالاج اللي غتولي دير في هذيك القهوه ما غاديرهاش في ميكا عاديه ما غاديرهاش
فواحد ساشي سامبل لا غتحاول تفكر فواحد الامبالاج يتقام عليك رخيص او ميم طون يكون زوين زعما مع التوالي مع غتخدم عليها وباغاليل غتخدم على واحد الامر ديال خطه تسويقيه رقميه باش تحاول انك تستهدف الناس اللي هما برا ديال المدينه ديالك بحال غتولي توسع النشاط برا المدينه ديالك كيفاش غتحاول انك تكري باج فيسبوك باج انستغرام ياك غتحاول ديك الباج انستغرام تولي تكلم لينا فيها على انواع القهوه طوائف القهوه زعما كيفاش كنصنعوا القهوه الفرق بين هذه القهوه وهذه القهوه كيفاش تعرف الجوده ديال القهوه فهمتي اون ميم طون غتحاول تبني واحد الكميه كبيره نهار غادي تشوف بان ولاو عندك واحد العدد الزائر معقول غتحاول انك تولي دابا تعرفهم بالمنتوجات ديال القهوه ديالك اللي كتنجد تقول مثلا كدير انا قهوه هذه ارابيكا هذه كذا هذه كذا لي زومبالاج غتفكر كذلك بواحد الامور كيتعطاو للزبائن دابا هذه خطه تسويقيه يعني عطيتك فيها افكار نجي لك عاوتاني الناس اللي غتبقى تبيعهم في البلاد ديالك عشان كدير دي بحال صغير وغادي الاخر يطحنوا اون ميم طون انت غادي تجيبها بالكرو غتقام عليك رخيصه والاخر غيطحن لك غيتقام عليك كلشي رخيص غتحاول انك موازاه مع هذاك الامبالاج يعمل بالقهوه غدير معاه شي حاجه ضروري دير معاه شي حاجه ويزيد شويه في الثمن الامر بحال نقولوا تعطيني هاد القرعه وتقول لي 10 دراهم ممكن نشريها عادي ولكن الا قلتي لي نعطيك هاد القهوه وغادي نزيد لك مثلا معها شي حاجه مثلا شي تيونه ولا شي معلقه عندها علاقه بهاد البرومي غتحفزني اكثر انني نشري ونعاود نجي عندك نشري بما ان انت هذاك الساشي ديال القهوه اللي غادي دير دير معها شي حاجه دير معها شي مرفق لهذوك القهوه مثلا تقدر دير معها هذوك الطبيصلات صغيرين ممكن انك دير واحد ديكوراسيون كتكون صغيره كتحط فوق كتحط فوق الطبله فين غيتحط الكاس ممكن انك تولي تشوف علي بابا تجيب واحد الكونتيتي كبيره هذوك اللي كيسخنوا القهوه اللي كيتربطوا مع البي سي كيس بي فكر بهذه الطريقه احسن ما تفكر بطريقه شوكولا مثلا هذه الاخت سناء شوكولا هذه علاش ما طرحتليش ومن البنات ديما كيفكروا شويه هكذا امور عاطفيه مثلا الشكلاط امر جميل شي واحد تعطيه الشكلاط انت مثلا غتحاول انك تشوف الشكلاط تجيب واحد الكميه كبيره غيتقال عليك رخيص وغادي ديرو تعطيه معاه تعطيه له مع تعطيه في لي ساشي مثلا تقدر انك هذاك لومباراج تكتب لهم تماك كافي افيك شوكولا الشوكولا غديرها سوفون دي بيس صغيرين هكا وتحطهم في وسط هذيك الساشي زعما في وسط هذيك البودره دونك كيفاش واحد غادي يحاول انه يكونسومي باش يلقى هذيك الحبه ديال الشكلاط ولا جوج حبات الشكلاط ولا ثلاثه اللي دايرين تما دونك انا بغيتك تركز اكثر انك تمشي في هذا الكوتي ديال ندير محل نبيع فيه نعتمد على وحدين غادي يطحنوا لي نعتمد على واحد سميتو نجيب لي غروسيس انا غادي نتحكم في المشروع ديالي اون ميم طون راني في التخصص ديالي اون ميم طون كان عندي واحد كنتعلم امور جداد اون ميم طون كنجمع الفلوس اللي غادي يخليوني انني نحول المشروع ديالي من بي تو سي لبي تو بي مثلا صافي مفهوم جدا وشكرا على الاقتراحات اللي عطاوني بخصوص هذه تاع تزيد معها حاجه كما انا خممت لو كان زمان كنحل المقهى الحاجه اللي نزيدها مع القهوه باش تاتيري الناس كما نقولوا هي انك دير الماشينه صغيره هكا تاع القهوه تعصر لهم تما القهوه يذوقوها قبل ما يشريوها هذه جاتني فكره هذه رائعه هذه زعما شي حاجه زبونة ومن الاحسن تحط تحتها شي بسكوي هكا زبون هكا شوكولاط عرفتي دابا شنو غدير انت غادي انت غادي كتلعب واحد اللعيبه كتسمى ولاء الزبون ما دابا انت ماشي غتقول له غير جرب وصافي كيجرب وكيضرب هذيك القهوه هذيك في المحل وغادي ياكل واحد الشوكولاته عندك وغادي يشري وغادي يعاود يشري وغادي يعاود يشري بمعنى عطيتيه يجرب وهذه زعما فكره رائعه انا عجبني انا زعما نشوف شي محل يعجبني نشوف محل انك يبيع القهوه بواحد المنتوجات بواحد الامبراج يكون زوين ويخليني انني نجرب نشرب هذيك القهوه بزاف د الاحيان كنشري القهوه كنجي كنقادها في الاخر كنلقى المر ديالها ماشي هذاك الشيء اللي بغيت دونك انت غتوفر لك حاجه زعما كيبغيها بزاف الناس صراحه وحتى البريباراسيون ديال القهوه ما كتحتاج زعما شي حاجه كبيره لي ماشين ديال القهوه دابا اللي كيعصروا القهوه ولا رخاص زعما زوينه رائعه زعما ولكن وي
انا هذه خمم فيها بصح انا قسمت المشروع تاعي لمراحل. المرحله الاولى المرحله هذه تاع نحل الحانوت درتها المرحله الثانيه خاطرش هذه المرحله فيها بزاف كما نقولوا المصاريف خاطرش اسمح لي نكمل هذه الفكره خاطرش فيها خصك تكريد تاع الكيرا خص الدرهم تاع الكرا المحل قادر ما يدخلش مهم فيها دي كونترانت مي انا بغيت نبدي بغيت نطحن ونوزع خاطرش علاش تنحي لنا المشكل تاع الكيرا نقعد غير في الدار نخدم غير في الدار ونوزع عندي علاقات كبيره كما نقولوا حتى نتبا يعمل في هذا التاجر تاع التوزيع عندي علاقات في كاع الولايات كما نقولوا قد مهم عندي علاقات عندي عاود خويا يبيع وشراء السيارات عاود عندي علاقات تسمى العلاقات عندي مليحه مي ما بغيتش هذيك نتاع نبدي في حانوت ديريكت خاطرش هي شوف انا متفق معك في هذه القضيه اللي كتقول لي انني كاين مصاريف الكيرا ولا كذا ممكن تبدا بواحد التقنيات اخرى دابا عندكم حوانت بزاف تما الحانوت كتمشي كتلقى عنده مثلا نسكافي كيبيع نسكافي كيبيع سامر علاش حنا ما كنامنوش بالافكار ديالنا ان هذاك البرودوي ديالي نمشي نبروبوزي على مول الحانوت نقول له ها القهوه ديالي انا قادها له مبارك بحال الشيء اللي كنتي غديرو في الحانوت ديالك انت غديرو مع واحد الناس واحد اخرين غتقول له تبيع واعطيني الفلوس وغتعطي واحد الكميه محدده باش تضبط لها الفلوس ديالك انت شنو غادي يبقى عليك يبقى لك واحد المباراه زوون زائد هذيك المكافاه يعني انت شوف الا قديتي المباراه انت شوف فكره كي دير غتحاول انك تخدم 20 حبه كمثال وجرب 20 حبه غتقد واحد المباراه انت قد واحد المباراه كاين كافا حاول انك تقاد وشوف واش يكون شي دينا واحد اخرى حاول تشوف الشكل ديالو ها هو ما طبعتيهم غتحاول انك تشد قهوه اللي كنتي باغي تبيعها اما كيطحنها شي واحد ولا تشري كونتي دير باش تطحنها وتحطها تماك شد الشكليطات وحطهم حاول انك تحسب التكلفه شحال تقام عليك هذا الشيء زيد لها واحد الهامش ديال الربح ديالك زيد لها واحد النسبه اللي غياخذ لها ابو الحانوت يعني حاول تشد 10 عطيهم واحد من الحانوت وشد 10 عطيهم واحد من الحانوت واحد اخر صافي وحاول انك تاخذ مثلا واحد العينه من هذيك القهوه تعطيها لهذيك مول الحانوت قول له هاك جرب هذه القهوه شوفها واش مزيانه ولا ما مزياناش هذيك الساعه انت شنو غادي دير هنا راه تقدر تبقى تبيع غير بهذيك مول الحانوت حتى تجمع واحد راس المال وتدخل في اطار المحل ديالك ايه مفهوم فكره جيده سما يبقى لي دروك نخمم على جانب اللومبالاج جانب ديال المبالاش حاول تفكر فيه علاش انا علاش ما كنتش نمشي معاك في هذيك ديال لي ماشين حيت الصعيبه شفتي انا قلت لك الا بغيتي انت دير لي ماشين بغيتي تدخل بي تو بي ضروري خصك دير بيزنس بلون كريدي صافي ما عندك زعما شي حل اخر ولكن هذه الناحيه ديال هذا الحانوت سمع معايا ومن بعد تقدر تدخل الا درتي هذه اللعبه ديال هذه المساله ديال الحانوت ممكن تدير ديجيتال تبدا ديجيتال مع هذه المساله اللي غدير مع موالي الحانوت غتكري اونبالاج غدير القهوه غتعطي الحانوت تعطيه العينه ومن بعد كتخدم في الباج انستغرام باج فيسبوك ديالك كتعمرهم بالمحتوى وقدر هذاك مول الحانوت مثلا واحد كتشد التليفون وكتصورها على هذاك مول الحانوت وكتقول المنتوجات ديالنا الان كتباع في السوق وغادي تشوف واحد الحاجه زوينه ما تنساهاش انا بزاف المرات كنشري لي برودوي كنلقى فيهم الانستغرام لونبالاج كتب فيه الانستغرام كتب فيها الباج ديالك بزاف المرات كنبغي نشوف هذاك البرودوي واش كاين غير هذا البرودوي على الشركه ولكن بزاف ديال لي برودوي وكنمشي كنقلب عليهم في انستغرام وكنلقى بزاف الحوايج دونك هذه القضيه تخليك انك تبقى توزع بشويه بشويه من المنطقه ديالك لمنطقه واحده اخرى للمدينه اللي حداكم للمدينه اللي حداكم هكا تولي معروف والناس يبقاو يدخلوا عندك الانستغرام وكتبني الخطه التسويقيه الرقميه ديالك ومن بعد كتبيع ايه واضح هذه خطه جيده صافي حاول انك زعما تشوف شنو اللي يسلكك باش تاخذ القرار بارك الله فيك صحيت لا شكرا جزيلا دابا نعطي الكلمة لعثمان تنختم مرحبا بكم شكرا كاملين سي حمزه شكرا بزاف على المعلومات القيمه اللي استفدنا معك بزاف صراحه من خلال التدخلات ديالك والريكاب اللي درتي لنا اليوم شكرا لكاع الناس اللي دخلوا والافكار ديالكم صراحه نتمنوا ان نقدروا نكونوا جاوبنا على الاسئله ديالكم ونكونوا عاونناكم ولو بجزء يسير
الحصه كانت طويله اليوم بزاف، ساعتين تقريبا ونص، ولكن الحصه كانت رائعه جدا الحمد لله. دونك نخلي كلمه الختام للسي حمزه، ونقدروا ان شاء الله نعاود نبلانيفيو نهار واحد اخر اللي يكون توا ديال المناقشه ديال الافكار، ولكن الحصه الجايه ان شاء الله غادي نتابعوا الحصص ديالنا مع السي حمزه، بين ما درنا حصه واحده اخرى تكون خاصه بهذا النقاش ان شاء الله. فمرحبا بكم كاملين، وشكرا لكم كاملين، وكلمه الختام للسي حمزه. شكرا استاذ عثمان، خير الافكار ديالكم كاملين زعما سجلها، لان كاين واحد الاراده زعما الناس اللي كيحضروا معنا في الورشات ماشي غير كيقراو هكاك، بل عندهم واحد الهدف، بغاو يتعلموا امور جديده تفيدهم في حياتهم، تفيدهم في انهم يصنعوا مصدر دخل جديد، علاش لا ما يكونش هو المصدر اللي غادي يعتمدوا عليه في الحياة ديالهم كامل ويبقى غادي وكيطلع. فيما يخص واحد المساله ديال الناس اللي ساكنين في وجده وعندهم مثلا افكار مشاريع، مثلا مثلا بحال الاخت رشيده بحال هكا، بما انني انا ساكن هنا في هذه المنطقه، كنقرا في هذه المنطقه هذه، دونك نقدر نتعاون معكم في اي ناحيه من زمان خارج هذا تحويل الفكره الى مشروع، عندنا تصب في نفس الاطار ديال تحويل الفكره الى مشروع. غير هو بعض الاحيان كيكون واحد النصائح مثلا بحال الاخت رشيده، مثلا بلاتفورم ديجيتال الى اخره. هنا غادي نخلي انا الايميل ديالي ولا الايميل اللي كاين في المنصه، دونك هنا اي معلومه بغيتيها اضافيه نتكلموا فيها بخصوص ورشه الاسئله ورشه فورماسيون @gmail.com. اي سؤال عندك عنده علاقه، بما ان الورشات ما فيهمش واحد الوقت كبير اللي يخليونا اننا نكملوا جميع المعلومات اللي عندنا ونقدموا جميع المعلومات، وفي بعض الاحيان كيكونوا بعض الناس عند خصنا نعطيهم واحد المعلومات خاصه بهم غير هما، كتعني غير هما بوحدهم حيت المجال التخصص ديالهم لا علاقه له بمجال التخصص ديال واحد الطرف اخر. انا غادي نحاول ماكسيموم بوسيبل، والسي عثمان غادي ياكد هذا الشيء، هذا غنحاول نشوفوا كيفاش نهضروا في البلاتفورم بلا ما حتى خارج الوقت ديال الورشات، ندويو في البلاتفورم. من الاحسن ان يكون فوروم، كطرح السؤال ديالك، نتناقش معاك، نجاوبك، نعطيك فيديو تفرج فيه، زعما هكا نكون فوروم ديال شاط. هذه احسن حاجه زعما غادي تكون باش غادي نعززوا التواصل ديالنا، ونزيدوا نطوروا ونزيدوا نتقدموا في المعلومات اللي كنقدموا. غادي نتكلموا ان شاء الله بحول الله وقوته بعد حصه اخرى اللي غادي تكون تكمل على هذا الشيء هذا، عن دراسه المنافس، اللي هي واحد الموضوع اللي هو جد مهم. وراكم كاملين باش كتكلموا كتقولوا راه خصني نكون احسن من المنافس ديالي، خصني نقدم واحد الحاجه زايده على المنافس ديالي، دونك باش نقدم شي حاجه زوينه على المنافس ديالي، ولا باش نفهم شنو هو الاخطاء ديال المنافس ديالي، لابد انني ندير دراسه المنافس. دونك الى هنا اقول لكم مع السلامه، ليله سعيده، نهاركم مبروك، مليء بالانجاز ان شاء الله، حتى نعسوا مزيان، يلاه مع السلامه، شكرا جزيلا.